لاعب ما ادري ايش جاي في مفصله والرجل يعطي عطاء. اتوقع ان الاصابات يعني لها دخل في. اوجه لك نفس السؤال ابو سالم. انا والله واثق الراي في مساعده الجاب وفي عايض الفارع، انا عندي توب فايف. لا 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 انا ما انا لا 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 انا اعتذر، علي اساس يحط توب فايف؟ انت اعطيتني اثنين. لا انا ما طلبت اثنين، انا سالتك سؤال واضح، قلت من قلت اعطني اثنين. لا 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 قلت اعطني اثنين. والله ما قلت. عد الفيديو، عد ام الفيديو. لا 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 طلع لنا تقرير. خلاص خلاص بقول اثنين. لا لا شنو هذا؟ ليش تعطيك توب فايف؟ انا قلت ليش تعطيك توب فايف؟ خليه يقول سبعه، لا يدينا لا يدينا، الله يرحم والديك. توب سبعة عندي توب 007 قول ثمانية قول ثمانية. لا والله من أبرز المتسابقين المؤثرين بشكل إيجابي البرنامج، قلت مساعد الذهاب عايض الفارع من؟ بس من الآن تفضل يلا جي شوف عطني خمسة يلا تركي مسبب عندي دور على يعني بدو بعيد تركي مسبب أبشر تركي مسبب تفضل تركي مسبب شوف تناقض شوف خالد الحجري كلامه قبل شوي محمد الله يضغط قسم بالله انك ضغطتني اسالك بالله والله انك فزت علي وانك ضغطتني الله حسبي الله طب شوف اذا بتقسمها اذا بتقسمها سؤال اذا بتقسم البرنامج الى اقسام مثلا اذا اقسام رياليتي الجلسات شو اسمه انا في الرياليتي عندي العمري اجمالا علي العمري ابغى اجمالا يا اجمال لا تقسم مو تصويت برايم انا عشان اصوت لك يا حبيبي انا اكل واحد يا اخي انا يعجبني واحد يا اسطوره يعجبني مهاجم ليه ما قالوا المهاجم المدافع عندك اسطوره بيليه عندك عندك وجهه نظر وش اللي يقولك بيليه وجهه نظرك يا اسطوره مثلا اسطوره البرازيل رونالدو البرازيل حلو ممتاز احسنت غلط غلط كل البرازيليين يعترفون بيليه لا لا اتحداك برازيلي طبعا انا الاخ برازيلي الاخ برازيلي الاخ مولود في ريو دي جانيرو يا حبيبي لا يحصل رونالدو مولود في ساو باولو اقول لك شيء اقول لك شيء اقسم بالله لا كنسل هذا المحور لا 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 دقيقه دقيقه لا لا كنسل دقيقه لا 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 تفتحون يا عيال ضيعتوا لا 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 دقيقه 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 والله انا قاعد حلفت بالله انا قاعد الحين اذا في جلسه شعريه تكثر عني 100 ريال اسمعني 100 ريال تم معك عشق الله مستعد خيب 100 ريال والله يسولف النهايه 100 ريال يا اخوي لما تصير جلسه شعريه مستحيل اني اقول مثلا بندر مطير يا اخي مستحيل يا اخي صح لما جلسه شعريه مثلا بقول لك صقر ابن بلال حلو جلسه سوالف لما الجمعه وسوالف استشهد بمشهد لما الجمعه يا اخي عايض الفارع دحام ناس تسولف حلو ما فهمت سؤالي يا محمد سالم سؤالي يقول من هو افضل متسابق لا 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 من المؤثر بشكل ايجابي على البرنامج جلسه شعريه ولا طربيه ولا بشكل عام عموما يعني لو يعني مثلا انت الان فصلتهم صقر بلال لو جاء في الرياليتي بيغطي بنسبه يكون من الافضل إيه؟ في واحد بيصير 100% في قسم بس انه يغطي ب 40% 60% يوزع هنا وهنا وهنا ابى اختار واحد من مساعد الذهب مساعد الذهب مساعد الذهب فقط واثنين ثلاثة أربعة واحد واحد مساعد الذهب وين التوب فايف؟ إيه؟ ها لا إذا ما تبي تفصيل لا إذا ما تبي تفصيل ما أبغى تفصيل إذا تبي أفصل لك بفصل لك فصل أنت دفعت 100 ريال فصل خلاص اشتروا المحور كذا النظام شلون محاور احسن واحد يشتري محاور محمد الفيري خلاص والله والله متحشف على مين ابى اتحشف ببلش تحشف لا تضحك انت لا تضحك لا تضحك طيب مدحنا دخوليه علي العمري والله يا اخواني يا اخي انا ابغى طيب اسمع اسمع صلى الله عليه والله هنا ما ادري كيف انطقها يعني طاط نواف السند اعطوني نواف السند فلكم شوفوا خلينا نفتح اليوم الله اليوم بنقفل هذا الملف يا اخي مو طبيعي يا اخي من مو طبيعي ايش ايش المسلسل هذا لا اليوم بقفله خلاص اليوم بقفله طبعا عشان اقفله بسرعه فاست فورس ما خليني اقفله بسرعه قبل يجي نواف السند وبترك لك الموضوع بقفل لي من ناحيتي طيب ماجد نادر امس يا ابو سالم جاء وطلب مني فيديو انه كان صاحي صح اعطونا الفيديو حق ماجد نادر اثبات انه كان صاحي ليله البارح موضح فيه تاريخ اليوم اللي هو يوم 5 انا والله شفت الفيديوهات عرض على البرنامج على الفقره هذه كامله صراحه ومن ام الفيديو هذا تبي شفته شفته حاضرين خل غيرك شوف خل علي شوف
وما طلبت حق صقر، لكن حلوين حلوين. هذا فيديو من؟ هذا فيديو صقر صحى الساعة 1:12. ممتاز ممتاز. فيه واحد صحى قبله ب 12 دقيقة، تبغى نشوفه؟ قبل صقر. صقر يعني أنت توقف عشان تركز معي. صقر اللي جاب العلم. اللي قام الساعة كم؟ 1:12. اللي قبل دخولهم للهنجر بسبع دقائق قام. وعرف الموضوع عن بكرة أبيه. طيب اللي قبل دخولهم ما هم من باب أولى، اللي قبل دخولهم للهنجر 19 دقيقة يعرف؟ اللي ما كان يذكر أمس، أمس ما كان اللي يذكر. اللي كان أمس نايم. إي وتذكر إنه ماخذ مايك اليابشي وما يذكر إنه قام. وقال أنا نايم. كان. كان نايم. إيه عطونا إياه. إيه عطونا الان اعطوا موجود الشيخ ابغى بس ابغى اشوف وجهه. لا لا ما ابغى افكم في الشروم، ما ابغى ما ابغى انا ما ابغى. اعطني سير تحكم في الشروم عادي. ما ابغاك، انا ابغى اوريك بس يا ماجد بن نادر اني اثبتت انك جبان. بس انا ارجع 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 انا اثبتت يا ماجد بن نادر انك جبان. صل على النبي. بتاريخ 5 في نفس الوقت اللي سألتك فيه ليلة البارحة الساعة 1 تقول كنت نايم. صقر بلال قام بعدك بعشر دقائق. بعشر دقائق صقر بلال لبس ثوبك ومشيت نشيط وما عندك صاحي صاحي. شلون ما تعرف؟ علمك شغلة بس سككم شغل. أنا علمك شغلة تمام سككم شغل. ما أسمعك أنا ما أسمعك ولا أبغى أسمعك. شوف يا فهد عشان سكركم شطور يا نواف حبيبي. انا ابغى اتداخل معك لحالك، اذا استمر الشخص الماثل جنبك ما ما ما, ما باخذك من الاخير. سكركم شطور ما ابغاك. اذا طلع ماجد بن نادر خليتك. بالنسبه لي غريبه صراحه فاتت عليك انت ومحمد البارح، مره غريبه. يعني ابسط متسابق ممكن تعرفه وتعرف شخصيته مارد نادر. مارد نادر يعشق المناطق الرماديه. الرجل لا يريد التدخل في اي موضوع. الرجل بس أنادس في الهواء معي كوب شاي أسولف علي بس علي. الرجل لا عنده موقف في مشكلة ولا عنده موقف في دخولية ضيف ولا عنده موقف في مشاركة شوف. إسناد أحد الزملاء ما عنده أي مشاركة. كل شيء عنده رمادي. الرجل هذا مواقفه كلها رمادية. علي في حركة أنا مدري ما أعرف ما أعرف ما أتكلم. في حركة يسويها محمد دعيرم على المستوى الشخصي أنا ما أحبها يعني أرى ضدها. يعني محمد دعيرم دائما يعطي المتسابق ما هو زاوية، يعطيه مخرج، يعطيه مخرج كذا كذا مخرج مخرج جلي. أمس أمس هذا الرجل يعلاه يا سلام مو يسمع قال الماجد بن نادر يا ماجد قل أنا أدري بس ما أبغى أتكلم. صح ولا صح؟ عايش. طيب إيش قلت أنا؟ أصاب قلتك أنا قلتك الرجل يعشق المناطق الرمادية ولا فيديو الآن فيديو واضح إن أنت صار الساعة 1:01 الآن في الكبشرو ما لا لا لا, لا. وشو انا كاني سمعت يعني استشفيت من كلامه قرأت بعض الكلام انه كانه يقول عيد الفيديو. عيد سألنا يا علي سألنا يا علي انت متى قمت متى رحت متى جيت ما ادري ما ادري ما اذكر ناسي. هو خذ مايك محمد اليابسي يعني كل هذه الاشياء. هو اول سالته قلت من مايك اللي ماخذه انت؟ قال ما ادري. سكت انا ادري انه لا تطول الصمت تطلع تظهر الاجابات. سكت. قال محمد اليابسي الحين يذكر انه خذ مايك محمد اليابسي ما يذكر الساعه كم ما يذكر يا متى حبيبي ما ادري نادر عشان علمك من كثر ما هو يحب المناطق الرماديه. في مداخلته مع ابو سلطان الاخيره لما كان بيخصم عليهم في مساله المطبخ قال متى تقومون من وقال والله ما ادري ما معه ساعات وصوت الساعه في يدك ترقص الساعه في يده مع ساعه وصقر جنبه مع ساعه والثالث مع كلهم معهم ساعات. انت مركب زينه هذه وليش حاطها؟ طبعا بيقول لك اخر ما تشتغل. لو كان انا لو قال ما ادري صار على النبي لو قال انا ادري بالموضوع كامل لكن اعفوني انا بقعد في منطقه حياه ما نقدر نقول له شيء. بس على كل حال الى الان بناء على اللي شفناه الكفه رجحت الصقر بلال.
صح؟ والله الى اليوم يعني، الى اليوم يعني انا لا خلاص اليوم المفروض النهايه اليوم اي خلاص لا اليوم بقفل الحين لا اكثر من كذا لا في محاور واجد نبي نتطرق لها لكن الى اليوم الى اليوم يعني مع الادله اللي انا شفتها يعني اتمنى والله العظيم اتمنى ان الفيديو ما ينعرض والاتصال ما يجري طيب لو في سند اصبر 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 وش ما ينعرض ليش ما ينعرض لا يعني ليش ما ينعرض اصبر اصبر وش ما ينعرض كل شيء ما ينعرض لا يا ربي يا ربي لو في سند معنا وين انا ناخذه بس عندي بقول لك كلمه اذا دخل احد معه في الكوفي شروم بقعد واضح لا لا واضح اعطوني لا يا اخي المشهد واضح الكوفي شروم يخرب المشهد اتضح للجمهور ابو سالم كنت تقول المقطع والاتصال ما انزل نجيبها اتمنى لا لا يجي يجي مو مو الدعوه بسيطه يا اخوان وصلنا 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 تكلم في فيديو في مكالمه تدخل على الهواء دقيقه صقر شوف شوت بلنتي صقر يا حبيبي خل خويك يتداخل مداخله خويك الان انا اعطيتك فرصه امس ما ابغى بكره ان شاء الله نتفاهم صقر متعب خلاص يعني انتهى الموضوع جدلا لا لازم الموضوع يدخل وما في اي مشكله خله في ضبابيه 30 للجمهور خلها للجمهور لا اسمح لي اعتذر احنا الان فتحناه لابد نقفله موضوع انفتح على الهواء لابد نعم. الجمهور يفهم نعم. ويقفله لان فيه تبعات انت بتناقش طلب كلمه واحده سم تفضل لا يا والله العظيم يا نواف اني قاعد اقدم لك الله يرحم والديكم لا حد تتدخل وياي سم قاعد اقدم لك المحور على طبق من ذهب لبيك تبيها دين الرسول قال عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين تبيها ادب افلاطون قال الاعتراف بالخطا فضيله شعر تراجع في الخطا خطوه النحو والصواب ممتاز في فيديو يعرضونه انا رافض الفيديو اللي عندكم ذاك اليوم لا في فيديو اتصال لا 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 خلي لا لحظه لحظه هذا الاتصال انا لا. انا بتكلم على الفيديو اللي عندكم لا لا مو عندنا والله ما شفته لا 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 والله ما شفت الفيديو والله. يعني الفيديو حقي مو بالفيديو حقي والله لا ما لا شفته لا عادي ما في شيء لا لا مو الفيديو حقي والله ايه؟ مو هو لا لا انا ما انا بيك طال عمرك الحين انت واقع في خطا ما بيك تكابر في خطأ تقع في خطأ ثاني ما لي في خطأ إن شاء الله أنت واقع في خطأ حالي يعني أنا كلامي واضح أنا خلوني أتكلم زي الناس والعالم الله يرحم لي والديكم ممكن والله أنا أنا ممكن. أنا الحين قاعد أكلمك ما لي شغل فيهم والله العظيم ما لي شغل يا أبو سالم أبو سالم قاعد أقدم لك المحور على طبق من ذهب قول إيه وخلاص سكر خلنا نسكر المحور ما بلا فيديو ولا اتصال هل تقبل كل شيء دقيقة تقبل كلام أبو سالم ولا لا أبو سالم لو يبغى عيوني يبشر بها طيب خلنا نتكلم خلنا أوضح الأمور طيب اسمع عشان نتفق كم تحتاج توضح كم احتاج كم دقيقه كم انت جبت لي هذاك اليوم عندك يا فهد كم دقيقه ما ادري على تبغاني ناقد ولا تبغاني ادافع عن نفسي مع على خشم خليني اتكلم على خشم كم تبي دقيقه دقيقه واحده على خشم هذه دقيقتين تفضل يا ولد طيب. ولا حد بيقاطعك يا ولد طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابو سالم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الموضوع كله الفيلم اللي مسويه الله يسامحه الاستاذ زياد الشهري من الاخير انا لا لازم انهي الموضوع هذا لحظه 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 الوقف الوقف تفضل نواف الاتصال والفيديو مو من صالحك ولا علي ممكن من ضمن الفيلم من ضمن الفيلم حق زياد الاتصال وهذا انا ما لي ما في شيء اخسره انا صامل على كلامي الفيلم خالد حامد يشارك ضدك ممكن يشارك ضدك كيف لا ما شيء تدخل تكابر تدخل تكابر في الفيلم تدخل تكابر يا ابو يا ابو سالم انا اتكلم عن نفسي عن نفسك انا اتكلم عن انت الوحيد الحين داخل حالك الحين شفت ربعك كلهم اعترفوا بس ماجد نادر اللي شكت وكشفنا ماجد نادر اللي شكت وكشفنا انت تبوني اقول مو باعتراف تبوني اقول اي وانا ما بيك انا بس انا بس انا بس اللي ابيك تقول بس انا اللي ابيك تقول ما بيك تقع في خطا ثاني ما وقع في خطا ان شاء الله يا ابو سالم انا عرض علي انا عرض علي زوايا يوم السبت خلاص انك ضيف وانا قلت ممكن انا طلبت نواف 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 خلاص ابو سالم خلاص نواف نرجع نستأنف ها واحد اثنين ثلاثة تفضل تفضل طلب مني في بعض في احد المحاور الموجوده اني اتكلم عن هذا الموضوع اني انا اتفقت مع اخوياي واني متفق انا وخالد حامد على هذا الموضوع كله قلت انا لا مستحيل اطلع بسالفه حتى ما هي بصحيح انا لو انها صح ممكن اقول عادي بتزني يا زياد فيها لكن تجيب لي سالفه ما ادري وين جبتها وتبغالي اتكلم فيها على الهواء انا ما اقدر والله ليش أقول ما أقدر أتكلم بهذا الشيء قال ترى إذا ما قلت الكلام هذا ممكن أحرك من فقرة زوايا قلت يا أبوي سري أنت فقرة زوايا دقيقة شوي دقيقة بالأخير هو الرجل دقيقة دقيقة وقف 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 خلاص أنا خلاص خلصت طيب هذا اتهام خطير ترى والله الذي لا إله إلا هو إنها بالحرف
الواحد هذا الكلام اللي قاله ليزيا صح 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 كذا ايش قال لك دقيقه وراح دخل على صدر ايش قال لك لا 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 قاعد ايش قال لك قال قول هذا السيناريو 1 2 3 قلت لا او ما في زوايا قال ما اقدر اقول الشيء هذا قال ما اقدر اقول الشيء هذا ما نفى قال ما اقدر اقول يعني وقع بس يقول انا ابغى يا ابو سالم يقول ابغى ابو سالم ابو سالم قال ما اقدر ما حد يسوي لا استطيع ان ياخذ ريموت يقول تكلم وقول له سوي وانا اتكلم من هنا محمد سالم بغلك نواف اعطيتك وقت صح اسمع قال ما اقدر اقول شيء هذا انا كاتبها قال ما اقدر اقول لا استطيع القول يعني وقع شيء وقع حصل حلو الحادثة حصلت يا اخي نواف ما اقدر نواف يا اخي ما ادري نواف انا اعطيتك وقتك وما خلصت ايوه خلي الناس تتكلم لو طيب هو جايب لي الفيلم هذا يقول قول وقف جايب لي النص يا حبيبي يا حبيبي الله يسعد انا ماني ممثل يا اخي اسمع انا اعطيتك وقت تتكلم اسمع السؤال بعطيك وقت تجاوب انا ابغى انظم الحوار لو سمحت سمعت كلام محمد سالم هو شوف تم دخل فيه انا ما احب احلف الريجي ولا ما يحتاج ما نبغى نحلف هو قاعد يحلف دام دخل فيها اطار ان الحدث ما صار وان فيلم مصنوع انا ارفع يدي من الموضوع كامل طيب اسمع علي دخيل الله انا ودي اسال سؤال الاخ الفاضل تبغى تسال وتجيب يجيب ولا تسال وتكمل لا تسال وتجيب اسال كذا بصوت عالي واجيب لنفسي طيب صدق. ولا احتاج صوت نواف السندي طيب. عشان بس اسكت لين يخلص الصمت ها ذاك اليوم استنوا في السند هنا كان واقف مع خالد حامد ضد زملائه واليوم واقف ضد خالد حامد مع زياد شلون كل المرتين واقف ضد اخوياه مع المقدمين مره مع خالد مره مع زياد نصدق مين نواف السند قبل امس ولا نواف شلون وقف مع زياد الان وقف ضد خالد حامد كيف وقف ضد خالد حامد الان يقول شو مصطنع من زياد سيناريو كاتب لي انا ما علي من خالد حامد طز في خالد حامد حتى خلنا نكمل كلامي لو سمحت لو سمحت انت خد دقيقه كامله صمتنا كله. انا ما فهمت يا علي اشرح لي والله ذاك اليوم سوى قرب على الزملاء عشان خالد حامد ممتاز اليوم قال انه اللي صار كل هذا فيلم من زياد هو نفس الكلام يقوله ذاك ضد لا ما قال فيلم ذاك يوم ما قال فيلم عد الحلقه كامله ولا تفوه بان زياد اتفق معه ما قال ان زياد قال يقول لا لا قلته دقيقه كلامي واضح انا دقيقه انت ما قلت انه زياد جاني قال لي قل هالكلام او ممنوع زوايا تمام هذه ما قالها ايوه لانه معلش نواف بعض استشهادات كل مره يزيد عليها شويه بهارات تمام والله اني قايله ذاك اليوم معلش طيب خلاص فهد. انت قايله انت قايله صح ولا لا شنو طز بخالد استاذ نواف حلل يا نواف انا اطلب منك نبهني محمد سالم على امر اعتذر قلت طز في خالد حامد يا اخي اسف لخالد حامد واسف لزياد واسف لا 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 واسف لا 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 هذا تسطيح انت اخطيت على خالد اسفاف طيب انا واسف خالد حامد بكامل قواي العقليه شكرا تفضل طيب الفيديو اللي عندكم انا ما ابغاه انا ابغى فيديو ثاني ايش هو تسمحوا لي نعرضه حقك تفضل حق المحقق حقك الفيديو اللي بعد نهايه حلقتنا ذاك اليوم طيب ابغاه هنا طيب عطونا يا طلب علي الغامدي لا يحسن الدنيا الفيديو اللي بعد أحمد الحلقة أحمد أصبر أحمد عبد الرحيم مركز معي لا يستعجل يا عم منيب تكفى خله دقيقة بس ضروري يا عم منيب خلوه يركز تع هو عندنا عم منيب والمعد تضاربه ليه؟ ما لأنه هذا يصيح في الربيس وعموني بيقول الناس يسمعونك لا تصيح في الربيس أوكي دقيقة صمت طيب عرفت شنو المقطع اللي أبغى علي؟ اللي منشنه عليه إيش هو المقطع؟ اللي منشنه عليه معد قبل ربع ساعة تفضل يلا كلهم عينين في راس علي الغامدي علي الغامدي وأنا طالع أنا وياه سألته قلت المباراة خلصت وهي اليوم ولا لا أنا سمعت أنا السبت قال لي قلت خلصت وفازت قطر صدق والله صدق اي وربي قطر فازت انتهت المباراة مبروك يستاهل قطر الف مبروك ايش العلاقة يا علي بين المقطع انه سألك انه فازت قطر ولا ما فازت قطر بين موضوعنا فازت قطر اول شيء نبارك اللي نبارك في أهالينا في قطر بكأس آسيا فوزهم لكن من كذب على لساني اني انا قلت له في خلف الكواليس انه الفائز في كأس آسيا قطر فهو سيكذب في روايته في الكونفشن روم سواء قبل امس او اليوم
فهو لم يصدق في كل الروايات. والله جناية هذه. اللي قال كلام على لساني إنه أنا قلت لك هالسالفة أنا خلصت الحلقة سلمت مايكي مشيت اللي جالس في القرية هذه مسألة أنا ما أقول أنا ما أقول أنت تعرفني أنا تعرفني أنت ما تتابع كورة بعد الله بيني وبين الكورة ما تتابع كورة ما تتابع كورة لنا وممكن محمد دعيني إذا تتابعه لا بس ما أدري طبعا في النهاية هو الرجل تقول على لساني وأنا أقولها أنا ما قابلتك أنا ما قابلتك سلمت المايك بعد الهواء السلام عليكم نواف يعطيك العافية أداء مرة رائع عندك سؤالين الآن ومعي وأثناء الخوض فهد معي ماشي المعد ماشي معي محمد دعير ماشي نواف السند ماشي معنا ما فتحنا كورة ما فتحنا موضوع كورنا وصلنا لين باب المسرح وطلعتنا متى الوقت الآن سؤالي أيها الصادق سؤالي الرائع دقيق الذي دقيق لم تصدق غيره عندي سؤالي سؤالين بناء على سالفة كان الغامض كيف عرف هذا شك هذا منها آخر هذا شك كيف عرف عرفت إذا ما كان عرف عن خلالك يعني يا سلام الشك الآخر هل قال وربي إني سألت عيال الغامض لا يعني مصداقية الأخ صفر يعني مصداقية زيرو طيب دقيقة دقيقة نواف صل على النبي في مقطع خلينا نشوفه بعد مرة واحدة عطنا مقطع خير هذا المهم هذا الأثر الطيب ولا لما تتسبب بخصم على متسابقين 3000 برضو تكون يعني كلامك موجه لمين يا نواف موجه خلها بدون اسم لا في احد تسبب لك في الخصم تعرف انت ما يغرك ما ادري انا ما ادري انت تقصد مين صراحه زين دحام ترى بنبدا ها زين انك جيت بداله يلا لا 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 ارجوك هو زميل مشترك بيني وبينك هو زميل مشترك ما يعني ما نرضى نسقط عليه بس انه اكيد انه دقك في الرفرف ها ما دقني في الرفرف ها جابك تالف 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 صدقني خالد ما كان وده انه يتسبب لك في الخصم يلا خلها استغل المحبه واستغل الامور هذه كلها استغل الصداقه خلاني اجلس هنا اجلس قدام ترك الدوسري ها فعدت سلمت اللي ما يكله طيب ان شاء الله تعوض ان شاء الله تعوض ترى على احنا طيب احنا في الفقره نعتمد على ادله وقراءة تؤدي الى تلك الادله حتى تكتمل الصوره كامله الان يا حبيبي في واحد بيجيه كف هنا الآن يا حبيبنا الله يسعدك جبنا دليل الشهود صقر ومتعب ثايب وقول زياد حلو ولم يدعم قولك ماجد بن نادر جبن عن الحقيقة وغاب عنها ذهب إلى الظلام بعيد عن بقعة الضوء ثم أتينا بالقرينة قرينة علي الغامدي والآن هذه القرينة بيشرح على قرينة علي الغامدي بس ورد على هذه بعد صدقني لأعطيك دقيقتين بس بعد ما يشرح محمد عيرم بعطيك دقيقتين انا وافت قول لي تبي يشرح محمد عيرم ذو القرينه هذه تفضل ابو سعد اول سؤال تبغى يجيب ولا يكمل ابي لا يجاوبني سؤال سهل جاوب على قد السؤال متى الفقره هذه اي يوم قول ما فقره قصدك المطبخ اخر اسبوع مع عبد الله جميري قبل زوايا يوم 64 تقريبا اي والله ما اتذكر اليوم بس هي الاسبوع اللي راح هو زوايا نفس اليوم حق 64 زوايا 65 لا لا زوايا الصباح يعدون 64 يسوون يعرضون 65 حبيبي هذا المطبخ زوايا 64 في الليل 64 زوايا حلو 64 ايش قالوا ايش قلت قلت الله يسامح خالد حامد ليه تسبب لنا بخصم 3000 لا ها اي واحد ممكن يتاخر فقره يجي خصم 3000 هذا طبيعي صح طبيعي استغلاليه خالد حامد شنو اللي اشتغل لك فيه جاوب تفضل جاوب كيف اتكلم انت تقول استغلاليه خالد اشتغلك بحاجه جاوب وش استغلك شنو استغلك فيه انا اعطيتك المحور على طبق من ذا قلت وش المحبه طالب عندك قبل شيء تسمعه يحبك لحالك اي طبيعي يمكن يحب لحالك يحبك لحالك يشتغل المحبه هذه ممكن اي وبيجك الربع يا اخي انا عاتب خالد حامد ان تسببنا ب 3000 ما انتظرنا انا وخوياي لا 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 لا, 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 لا طيب هذا مو استغلال المحبه انت ابغى تاخذ لا هذا مو استغلال المحبه هذا ازراق هذا اي واحد ممكن ما تاخذ اي واحد كامل ما تاخذ خلاص خليك تجاوب نواف هذا مو استغلال المحبه دعير مسمع هو بالنسبه لك يا علي خلنا نرجع لا 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 وقف هذا مش استغلال علي بدا تقتل وقف اي لا 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 وقف لحظه ابعطيك تهمني ابعطيك ابعطيك دقيقه اسمح لي لو سمحت ابعطيك دقيقتين لو اجلس ليه بكره لك وجهي لاعطيك دقيقتين ترد فيها ما حد يقاطع عزمني اسمع ممتاز ممتاز
يا نواف يا نواف، انا قبل شوي في وقت المقطع للامانه اعتذر منك لاني اغتبتك، اطلقت عليك لفظ. نواف انت 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 الان لست انت انت ما تعرف تدافع عن نفسك صراحه. لا عرفت تجحد صلاني، لا عرفت تجحد ولا لقيت الهواش بالهواش تحدنا نقفلكم بشروم ونفرح ما ينصب من الحب الاسخافه. صل على النبي يا اخي، مو اسخطه في يدك انت الحين، قسم بالله والله اسخطه في يدك. اسمعني يا مسلم كلها ابو سالم، اسمعني الله يخليك يا اخي. انت الحين ايش تبي تسوي يعني؟ ابعل تبي تسوي ابعل، سكر كوفي شروم وخليه يروح ينام. ابو سالم تبي الصدق يعني؟ اذا تبي الصدق سكر كوفي شروم وخليه يروح. خليني اكمل. طيب تعلم ايش يسوي؟ ابعطيك انت 66 يوم تعلمهم ايش يسوي، خليني اعلم هذه مره يسوي. طب حرقت وقفت عليه ابو سالم والله 66 العظيم ابو سالم. لا انت اللي دقت الصياح بالصياح وقلنا الهروب نصف الشجاعه، نصف الشجاعه، ولا انت اللي حجيت حجه جيده، ولا انت اللي تسمع. انا طالبك طيب. فلذلك انا ابغى محمد سالم ياخذ دقيقه يشرح فكرته. اسكت بعدين بوقت لك دقيقتين، قول اللي تبي. ما قولك مني يا ضيوفي لأمون عليهم ما يتداخلوا. تفضل. ما بي ما بي دقيقه، انا ابي طال عمرك. جاوب على سؤاله، هو لماذا استغلك فيه؟ انا قلت جلست عند ترك الدوسري جلستين على فكره، حقه المطبخ وحقه اخويا في السجن، وانا بقول سلمت اخويا، انا قصدي اخوياي اللي هم معي في ال. جاوب على سؤالي يا رجال. خلاص جاوبته. ايش هو ايش هو رجال طال عمرك تو استدرك انه كيف جاوبت؟ استدرك من اول بدايه البرنامج انه كان يبيع ربعه، عرفت؟ في اخر البرنامج الحين حاول انه يمسك. نعم نعم نعم، خلص من أبيع. خلص من بيعه المتسابقين، حول على المقدمين. خايف يصير باع المتسابقين وباع المقدمين في برنامج واحد. يا اخي جاوب على السؤال. استغلاليه استغلاليه خالد حامد في ايش؟ في ايش؟ استغلني في ايش؟ بماذا استغلك خالد حامد؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب. لا اخوان ما استغلني ولا شيء. والله ما والله ما اعد المقطع، اعد المقطع يا عبد الله، اعد المقطع، اعد المقطع، اعد المقطع ست مرات. كلك قاعد امزح، كلك قاعد امزح. بالله دقيقه شباب، انا بحط ممكن دقيقه. خير هذا المهم، هذا الأثر الطيب ولا؟ تتسبب بخصم على متسابقين 3000 برضو تكون يعني. كلامك موجه لمين يا نواف؟ موجه خلها بدون اسم. إيه لا في أحد تسبب لك في الخصم؟ تعرف أنت ما يغرك. ما أدري، أنا ما أدري أنت تقصد مين صراحة. زين دحام ترى بنبدأ، ها؟ زين إنك جيت بداله. يلا. لا 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 أرجوك، هو زميل مشترك بيني وبينك. هو زميل مشترك ما يعني ما نرضى نسقط عليه، بس انه اكيد انه دقك في الرفرف. ها ما دقني في الرفرف، ها جابك تشجيع. تالف تالف تالف. صدقني خالد ما كان وده انه يتسبب لك في الخصم. يلا خلها استغل المحبه واستغل الامور هذه كلها. استغل الصداقه الجميله. خلاني اجلس هنا، اجلس قدام ترك الدوسري. ها بعد سلمت لي ما يقول. طيب ان شاء الله تعوض، ان شاء الله تعوض. ترى على فكره استغل المحبة واستغل الأمور الثانية. أنا سؤال ماني موجه له. طيب أنا بشرح النواف. ماني موجه له، أنا بوجه السؤال. استغلالية خالد حامد نواف سند في إيش؟ اشرح له الجمهور. اشرح له. لا جاوب، لا جاوب. أبشرح لك سيد نواف. ولا انتظر. لا لا اجلس اجلس. أبو سالم يقول. لا لا الجمهور. أبو سند. أبو سند. أبو سعيد. أبو سعيد لا أقعد معك للفجر. لا أسمعك الحلقة كاملة. بعلمك. الاستغلالية وش هي؟ وش معنى كلمة انه كذا؟ لو جاني سعود العتيبي قال اسمع يا علي الشهر الراتب الشهر ذا مخصوم نصه لانك انت عندك مشكلة كذا 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 خلاص. لكن لو جاني سعود واستغلني وش قال؟ قال عشان اسلمك راتب كامل قدم كلام اليوم وقدم السجن والمطبخ. هنا اقول والله استغلني سعود وخليني اقدم 3 فقرات. هذا الاستغلال. هذا الاستغلال. انت لما قلت استغلني خالد حامد معناته خالد حامد اخذ منك شيء اجبارا بالحب والحيلة ولعب عليك وقال لك سو كذا وانت قلت عشان احبك وسلمك قدام العالم. سلام عليك. ايش مين يسلمك؟ اني قلتها مزح حتى انا اطقطق على عبد الله. خل المزح ينفع، خل المزح ينفع. لا 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 دقيقه دقيقه وقف وقف. خل المزح ينفع، وقف وقف. الان الموضوع يا نواف ما يتجزا بين اني في جزء اقصد انت تجزا كل الامور على كيفك. الان انا جيتك اجمالا حبيبي، انت سمعت اسئله الشباب، ما جاوبت على استغلالنا مزح، ما ابغى اجابات منطقيه. معك دقيقتين رد على اللي تبي. تبقي مداخله عيال؟ انا بالنسبه لي نواف السند اليوم بعدها داخل بعدها. لا بعدها تفضل دقيقتين ما حد يتكلم. تفضل
أول شيء إيش تبغى ترد عليه؟ أنا بس برد على علي في موضوع المباراة، كنا ناسي لكن والله أني سألتك وين سألته؟ وين سألته؟ يوم خلصنا من المطر جلسنا لين هدى بعدين طلعت من عندكم ورحت العيال. وين سألته بالضبط؟ عند باب، عند الباب. أي باب؟ باب الهنجر اللي عندكم. طيب ممتاز، أقدر أرجع الكاميرات. تفضل نفس حركة ماجد بن نادر. تفضل كل ما قال ارجع يا اخي ارجع على الكاميرات، اشغلتني بالكاميرات لين هذا اربع ايام ارجع الكاميرات، ارجع الكاميرات يا اخي. افهمني يا مسلم، يا مسلم انا الان اطلب منك انك تفهمني بكل بساطه، بكل بساطه افهمني الان. انت تقول ان الرجل هذا سالته، قلت لك انا وين سالته؟ قلت عند الباب. حلوين صح ولا لا؟ قلت بجيب الكاميرات، انت وقفت معاه ولا لا؟ انت موجود يوم المطر؟ يوم المطر بعدين يوم المطر ما موجود. حاضر حاضر حلقه بس انه مشيت بعدها يوم المطر. الا مطر موجود موجود موجود. طيب نرجع للكاميرات نشوف. دقيقه دقيقه نرجع للكاميرات نشوف وقفت معه ولا لا. طيب راح لانك لانك اسود ما اشوفك. ارجع انا اسود اه بس هذه 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 ارجع ارجع ما اشوفك. حجه البليد ارجع صبوره يا اخي والله مع يا اخي جاوب على الكارثه اللي جبتها يا نواف. اي كارثه يا نواف؟ الا تبغاني انا متسابق انا اتحمل كارثه لا لي دخل فيها ولا شيء. متسابق يا اخي، يا اخي جاوب زي الناس يا اخي، دافع عن نفسك زي الناس يا اخي. يا اخي دافع عن نفسي في ايش؟ لو اني مدرب دافعت عن نفسي. الان الان الرجل كيف قال لك ان قطر فازت؟ كيف يا اخي سالته اسقاط انا سالته رجمي. انا سالته واتهمني. طيب اعلمك شغله عشان احترامي احترامه الكبر سنه ولا برد عليه رد خلاص. لا 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 رد. هو اتهمني اني كذاب. بالله يقعد تكفى، اقعد تكفى يا شيخ. والله يرضى ضدك علي، والله اني احترمك قسم بالله اني احترمك. ارجوك لا تحترم سني، لان بيني وبينك ثلاث سنوات لكن بعلك معلومه. هذا السنوات ودي ورب البيت ودي ثلاث سنوات. وقفت انا وفهد معيان جنب نواف السند عند الباب بس بالله وش قلنا له؟ كنا نروح وانبسطوا في المطر. ما شهد لزد رصيدك ستة واشهر مقاطعه الا يوم كانوا يلعبون عبد المجيد الفوزان والخواجي ومساعد حماد الا يوم المطر. هذه وين قلتها؟ بالله العظيم وين قلتها؟ على كتابه الكريم اني ما سمعت علي الغامدي يعلمك بالمباراه، واني ما سمعتك تسال عن المباراه، وانه ما جاء طاري المباراه هذيك الليله. والله انا لا 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 انك كذاب، وانك ما سمعت. والله انك كذاب كذاب كذاب. اتق الله يا اخي، اتق الله يا اخي، اتق الله انت. الا تبغاني اشيل شيء مالي دخل فيه. يا اخي يا اخي الان الرجل بنفسه موجود في ذمه كم تلقى وحاف عالي كلمك عن المباراه. انا قلت لك اذكر السيناريو هذا المباراه ما ما جاء طاريها. دقيقه دقيقه يا اخي خاف الله يا اخي. دقيقه دقيقه سؤال سؤال هو وش يدريه ان ذاك اليوم في مباراه؟ على اي اساس يسال؟ هو وش ترون ذاك اليوم في مباراه؟ ممكن انا عارف وش اللي حصل يا شباب. واحده منها يا انكم تبغون ترجعون فيلم زياد الشهري. انا من فيه إيه؟ لو انا انا ما ادري ايش تبغون ترجعون فيلم زياد الشهري. تبغون ترجعون تبغون ترجعون تدري ايش اللي ضغط يا ترجعها يا فهد؟ تبغى ترجعها؟ تدري ايش اللي ايوه انا حرقت العيال وقلت لهم خلاص. تدري ايش اللي ضغطني يا اخي؟ تدري ايش اللي ضغطني؟ زياد استحيل تبغاني اخوياي اللي انا قلت لهم زياد يا اخي استحي على وجهي سلموك يا اخي. وخالد حامد سلمك الثلاثه خالد وزياد وعبد الله سلموك يا اخي. رحت الضحيه حتى اخوياك سلموك. وقفت مع خالد، وقفت مع خالد ضد اخوياك. انا ما وقفت مع احد. يا اخي مو منطقي يا اخي. بعدين تجي بجو اجو يعني تجي حتى متعب ثايب تجيب تغريدته وانا ما اتكلم ذاك اليوم هنا. والله العظيم وانا ما اتكلم انا اخذ ريباته وهو برا حتى التغريده ما هو اللي كاتبها اتحدد او كاتبها. والله ما كتب التغريده من الزايد. طيب اهدى تلقى مرسوله للتغريده مرسوله نزلها بتويتر عندك التغريده هذه. دقيقه باقي لك شيء باقي تبي تسولف؟ استفز ما يعرف يجاوب يا اخي. ما هو بيدافع عن نفسه سلموه كلهم يا علي. دقيقه شوف والله ما المستفز الا انا. رواف انا لو انا مستفز لو انه معنزل لو انه معنزل علي لو انه معنزل نتيجه قطر علي بقول يمكن انا انسى. بس انا ادري ان علي الغامدي ما ينسى ما ينسى. يجيب لك سالفه من زد رصيدك تحت الصفر ثلاثه تحت الصفر. حلو لا درجه الاسكا مو قسم بالله الرجال ما ينسى. النقطه الثانيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ايوه اسلم نسيتها والله انه شوف والله النقطه الثانيه نسيت. اه مخه هارد ديسك علمت شغله والله يا خبر ادم نساي استاذ نواف السند. كيف هو استاذ نواف السند وضع ليكون الضحيه في هذا الفيلم كامل؟ والله اني الجبل والله اني الجبل والله اني الجبل والله اني الحيوط مرحبا الله اصبر الجبل علي علي بلا دخيل. اول من سلم نواف السند من؟ صقر خالد حامد زملاء خالد حامد زملاء صقر صار خالد حامد. دقيقه فهد فهد بس خلنا ممكن نتكلم ممكن نتكلم
الله احترم والله اذا تكلمت وعمره 29 وانا عمري 28 يا اخوي اعطيناك دقيقتين سولف ثلاث ثواني ثلاث ثواني سولف دقيقه بس اسمع الصبغه مضبوطه يا ابو حبيبي شفت شفت تبيع السالفه بس اعلمك شغله اخي السنه اول من باعه اللي اتفق معه لهم زملاء اول واحد صقر قال له انت وقفت مع خالد حامد ضدنا وهو كان في الليل كان يقول في لحيتي يا الربع والله ما حد يجي يخصم عليكم ويوم جاء الان وقف مع مين وقف مع زياد وقف ضد زياد وضد اخوياه مع خالد حامد نفس المشكله يحاول يتهرب من مساله معينه القرائن هذه كلها استشهدنا من مقطع واحد انت كذبت على لساني وانا موجود هنا انا حي ما منت باقي ما حد ورثي باقي موجود كيف كذبت على لساني هذا اللي موجود وتكلم معي انا ما تحدث معك الا انا وفهد معين قلنا لك اذهب العب في المطر العب انبسط وطلعك علي ايش وضع الحين شوف شوف الحين احنا كذابين حلو احنا مقدمين كذابين زين صقر ابن بلال يكذب متى يكذب يكذب صقر ابن بلال تسالني ايه انا قلت له خلاص ذاك اليوم انتهى متعب الحين الحين احنا انا اوجه لك سؤال مباشر متعب ضايب اللي طلعه اب هذا الشمال هاي شوف البيع الان 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 لا يا فهد ليش تدخل سؤال ما كلمك ما كلمك يا حبيبي ما كلمك ما كلمك الان لا تتدخل رجع صقر ابن بلال يكذب صقر ابن بلال ايه انا ضده في الكلام اللي قاله يعني يكذب اي نعم اي نعم يكذب 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 انا والله ما ودي ازل على خويي لا ما هي والله ما ودي ازل عليه الحين انت تقول كذابي فهد كذاب يا اخي انا قلت دقيقه متعب بن زايد دقيقه من زياد دقيقه ومتعب بن زايد يكذب متعب بن ثايب كاذب طيب صقر بن بلال كاذب باقي ماجد نادر ماجد بن نادر ايش وضعه منطقه محايده رماديه انا اشوفه محايد ماجد بن نادر وقف لا كاذب لا كاذب لانه قال نمت طبعا ما هو بنايم دقيقه 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 تشوفه محايد بشنو دقيقه تشوفه محايد بشنو يا ماجد نادر الله يرحم والديك انت كل امورك 50 سنه دلني قدام الكاميرا خليك واحد لا تدلني ما يحتاج بالله انك لا سمحت يا ابو نادر لو سمحت يا مسلم بيت صوتك محايد المهم محايد من اي ناحيه؟ محايد من اي ناحيه؟ انا متفق مع الشباب وابو نادر نايم وين الشباب اللي اتفقت معهم؟ وين نايم؟ لحظه لحظه انت تقول محايد الحين 31 دقيقه الحين تقول محايد انت من هو محايد ايه محايد بس يقول والله انا عاد تقولني متفق مع الشباب بدايه الفيلم هذا كله انا انت الحين كذبت الرجال واحد اثنين كذابين الحين ماجد نادر محايد صح محايد من اي ناحيه محايد محايد بين عنوان نايم ونايم طلعنا لك الفيديو قبل شوي تاريخ 5/2 يوم مقطع صقر مقطع صقر اللي شغلته البدايه هو نايم 11 دقيقه 1 دقيقتين ما ادري اي يوم ذا المقطع ده الرجال وقف 5/2 تاريخ 5 ولابس ثوبه وطالع انا يا شغل انا يا استاذ فهد اني قلت كيف كيف يحلف بالله انه نايم وانا جايبه ويمشي لابس ثوبه وطلع المقطع طلع المقطع اطلع طلع المقطع طلع المقطع مجد بن المقطع الاول حق صقر طلعه لا 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 يجعل كيف خله لو سمح لا لا الموضوع 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 يحلف بالله انت يا اخي كذاب انت يا كذابين يا اخي تفيد لي صوته يا اخي بيت لي صوته قفل قفل يحلف بالله يا علي ممكن نهدى ريلاكس يا اخي ما يعرفون يدافعون عن انفسهم ريلاكس لا يدافع عندك تكفى يا جماعه اسمح لي انا مستفيد انا متى ابغى اتكلم دقيقه ابغى اوصلك نقول اخر شيء اخر شيء عشان تهدى بس تركز وياي سام وضحت الحين اتوقع ان النقاط والحروف وضحت سالفه المطبخ هذه كلها مطبوخه من ماجد من نواف السند وخالد حامد انت الموضوع بعد ايش تبي اكثر من كذا طب والله مطبوخه هي مطبوخه خلاص مطبوخ هي مطبوخ طيب شكرا انا قتلكم شكرا شكرا لك يا اخوان انا ترى انا 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 والله 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 ما تهمني انت كمتسابق نهائيا نجحت لنفسك فشلت لنفسك بكيفك انا جاي ابادي عملي واقبض وامشي نهائيا انا يستفزني مع كامل احترامي للجميع الشخصيات على الصعيد الشخصي يا اخي ما وجدت في هذا البرنامج شخص دخل كونفشن روم ما يسلم نفسه يسلم نفسه يا اخي تبان عليك على بعدين الاعظم من ذلك نجيب لك مقطع مقطع نجيب لك مقاطع نجيب لك ادله حاج حاج ما عندك الا تحلف يا ماجد نادر تدخل تحلف بالله تحلف بالله انك نايم تحلف بالله يا اخي نواف السند انا معطيتك 4 دقائق تقدر تدافع عن نفسك يا اخي يا اخي الواحد يا جماعه الخير صلوا على النبي صلوا اول كنا نقول ان فقره كلام اليوم ما تعطي المتسابق فرصه يدافع عن نفسه اتخذنا النظام اللي اكتشفه علي اللي تفضل اذا خلصت بلغنا سولف احنا نسالك سولف
الرجل سألك سؤال بسيط واضح، كيف استغلك خالد حامد؟ مزح. واضح، تقدر تجاوب 30 جواب. أضعف الإيمان أنك تنجن كذا تفقد الذاكرة ما تقول مزح. استغلني والله، خذ مني، خذ ملابسي زي ما أنا يسوي، تقدر تقوله. استغلني والله أني جيت طلبته كذا، جيت طلبته، استغل محبتي وجيت طلبته يرجع ورفض. لو قال كذا، لو أجاب أنه استغلني أني جيت طلبته وقال لي برجع واستغل محبتي وتصديقي له وراح وخلاني، استغل المحبة واستغل الأمور، استغل هذا واستغل الأمور. أنا اليوم حضرت يا إخواني، الله يحفظكم أخي، شيء نرفز. أنا كنت بغيب اليوم بس حضرت لأجل أخي الصغير نواف السند اليوم، لما قال على لساني أنه أنا أبلغت بنتيجة المباراة، فحضرت عشان أكد الكلام. أنت نقلت رواية على لساني وأنا لم أقولها، ودليل ذلك عندك مداخلتين لما كنت معنا ناقد ثم تحولت متسابق في نفس الجلسة وكانت كل أحاديثك متناقضة، ثم أجبت على نفسك في مداخلة هنا أن متناقض آخر. حديثه في المطبخ لما قال استغلال، شوف حبيبي المفردات لابد أن تكون دقيق فيها وتعرف ايش تقول. ممكن تقول والله خالد حامد أوجعني في الخصم، هنا أقولك وشو؟ ما في شيء. خالد حامد ألمني أنه خصم علينا كلنا، ما قدر طلبتي، لكن استغل معناته أنه في شيء أخذ، أي في شيء أخذ منك وأعطى، أخذ شيء مقابل شيء، في مصلحة تبادلية. نعم. بينكم تحت الهواء، تمام. أما عن الأخ صاحب المناطق الرمادية كذلك كان نور حتى الساعة واحدة ودقيقة، لكن أنا أعتقد أن بطل هذا الفيلم الذي قتل بطله الوهمي الذي كان بيكون بطله الحقيقي نواف السند، والبطل الحقيقي الآن أصبح صقر، صقر تحدث بالحقيقة وقال، لكن بطل مع وقف، يعني مع وقف التنفيذ. ليه؟ لأنه ما تحدث إلا بعد ما طلع متعب ثايب، وهذه مشكلة أخيرة. ما ترى القرار المناسب لهذا الحدث أبو سالم؟ أنا أتوقع أن الأمور بدت واضحة بنسبة 100%. خلاص الملف اليوم قفلنا 100% واضحة. خلاص يعاد إبراهيم دخولية، أنا عندي ملاحظة في إبراهيم اللي طلع عمرك يعاد، لا ماذا؟ لا يعاد إبراهيم، طيب يحاسب خالد حامد نواف سند. كيف ايش 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 الحساب المميز؟ ايا كان ترحيل ابراهيم، ايقاف نواف سند، ايا كان، مثل ما جرى ايقاف خالد حامد، مثل ما جرى ايقاف على محمد الفيري. الان اذا يعني الان اذا ثبت متعب ظلم، يعني لابد انه يعني ترد مظلمته صراحه. يعني انا والله كعادة ابراهيم يا اخي اشوف ايا كان، انا شفت لو اضعف الايمان انه يعاد الى المراكز، ينافس على المراكز. شوف انا اقول لك ممكن يعاد ابراهيم لو نتكلم في البرنامج، او يلغي ابراهيم ويرجع. لا، ممكن يعاد ابراهيم لو نتكلم في البرنامج، تكلم اثناء الخصم، هذه نقطه بعد. لو انا متكلم اثناء، انا عندي يوم الخصم عليه قال والله الموضوع أحسنت. مدبر من خالد حامد اثناء البرنامج، مثل موقف اللي حصل مع صقر بن بلال، وقف 3000 انا اولى فيه. انا بالنسبه لي حكم متعب ثايب، وانا اقول له يداك اوكت وفوك نفخ. يوم طلعت تكلمت انا بالنسبه لي لو قست على وجهه نظري، مثل ما كان يستهزئ الاخ متعب في سياسه البرنامج وعدم الاجابه والاجابه باجابات محاوله تصغير عقل المشاهد فيها باجابه ابها في الشمال واجابه عاصمه الرباط عاصمه اي دوله قال ابو راكه، فنحن سنستخف بهذا المحور نقول والله خلاص راحت عليك متعب، شوفك ان شاء الله في مراكز نسبه الجمهور ان شاء الله، اما المراكز الاول والثاني والثالث راحت عليك. واتمنى حتى قرار ابراهيم العوده ان يشمل مع فيصل هدلان وداغش انه يمنع منه عادي. انا 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 بالنسبه لي للامانه لا تعليق، لا تعليق نهائيا. ارى لا زال عندي وجهه نظر اقولها جليه وصراحه، نواف السند لا زال معه حق لكنه أضاع حقه في هذه المداخلة. إذا ضاع أو ثبت على نواف السند شيء فهو بسبب هذه المداخلة الركيكة الضعيفة التي لم يستطع الدفاع عن نفسه بها. بالنسبة لماجد بن نادر، موقع ماجد نادر في المنطقة الرمادية مناسب لك جدا، لأنك دائما في الظل، وصاحب الظل لا يستطيع الظهور للضوء، لا يستطيع أن يواجه، ما يقدر يواجه مهما أتيحت له الفرصة. يا أخي شوف، هذا إعلام، هذا إعلام، والمواجهات هذه إعلامية، ونحن نصيح ونعصب ونناقش أفكار،
وهذا ما بيعني ان زياد بيزعل علي ولا خالد بيزعل علي، انا ما احد في الاعلام هذا كله لا فضل علي الا ثلاثة اشخاص سعود العتيبي وعبد العزيز سعيد وخالد حامد، واكثر ثلاثه انا اتكلم عليه والله لا، لكن انا اتكلم عن افكاره عن عن أو ما اتكلم عن شخصياته. فلذلك كان يا ماجد بن نادر تستطيع المداخلة وتناقش الفكرة، تدخل في هذا الجو، تدخل في هذا النقاش، تتعلم الصراع الإعلامي، هذه أكاديمية. بالنسبة لنواف السند أتمنى استبعاده من البرنامج إذا ثبت عليه هذا الشيء فعلا. خالد حامد أتمنى إيقاف فقرته، لأن هذه شنو إذا ثبت وخلص عادي أبو سلطان له مقدر له ولا بالنسبة لفقرة كلام اليوم أنا أرى أنه ثبت. أبو سلطان له لازم أحد أجل لازم في حال في الحال الكلام اللي قلته أنت لازم أحد اثنين يحاسبوا يعني نواف يا صقر إيه لازم في محاسب إيه أنا أطالب بالمحاسبة أنا أطالب شو صار عني إذا كانت على نواف وخالد حامد يتحاسب نواف وخالد حامد، إذا كانت على صقر وزياد وزياد يصنع الأحداث هذه فأنا أطالب بمحاسبة صقر وزياد. يعني أنا نواف وخالد حامد يا صقر وزياد الشهري معنا 100% نواف وخالد حامد. خالد معنا 100% زي ما قال ابو سالم نواف وخالد حامد. خالد حامد واضح انتهت. خالد حامد امنيه حياته ان تقف فقرته ويذهب للجنوب. لا انا ساعذب خالد حامد، شو اقول له؟ سجن مده 5 ايام في سجن الفهري، تنام وترقد وتصحى جوا. ولد ما وقف فقرته كذا، لا سجن والله تنام في القريه 5 ايام يا حي، وخالد حامد يقدم يختم سلام عليكم السلام الطيارة قد رايح الجنوب، لا خليه يتكي هنا عندي 5 أيام وما تطلع من السجن. يبغى يعيش معك الريت المتسابقين ما يدخلك خليك السجن كالعادة. أبغى خلاص عندك إضافة أبو سالم؟ أنا خلاص إضافة بدو خيل الله. أنا صدع راسي والله صدع راسي نحر نوفس. طيب ختاما يا أخوان، فقرة كلام اليوم مهما طال المحور معها تأتي بالحقيقة وتحاول تبحث عنها وتجيب جميع الأطراف تحاول تتداخل معهم تشركهم في الموضوع تسمع جميع الزوايا ثم تحلل تفصل، ممكن نختلف في الآراء لكن احنا نجيب مقاطع الفيديو ونجتهد ونبحث. أبو سالم اليوم جاب يعني اجتهد في جانب وعلي اجتهد في جانب وأنا أقلهم اجتهادا واجتهدت في جانب حتى نوضح الحقيقة، وحتى إذا كان هناك صاحب مظلمة في هذه المنافسة نساهم في رد مظلمته، وحتى إذا كان هناك حقيقة فنحن نجعلها جلية أمامكم. الباقي لديك عزيزي المشاهد والكرة في ملعبك أبو سلطان، فلنرى ما تفعل. إلى هنا انتهت فقرة كلام اليوم بمداخلة سيئة للغاية، نستودعكم الله إلى لقاء آخر غدا بإذن الله. السلام عليكم. زد رصيدك جاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد وفخر وامنيات، ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا، ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. زيد 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 زد رصيدك، زيد 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 زد رصيدك. يلا يوم دار انا يهقونه قال ايش تبغى؟ والله خلاص قلت ايش تبغى يا اخي فكني من الصياح يا اخي، مالي في الصياح والله مالي في الصياح. قال ايش تبغى؟ قال اعطاك اسلم ترجع المقطع الاول 12 دقيقه انا راقد، جاب المقطع الثاني وانا لبست ثوب الساعه 1:02 قال انت صاحي للحين اللعب ونس وقزعي والله يدبل تبده. اوه جاني النوم الصياح ايه انبح حلقك اي والله زي ذيك المره ما تطلع معي ها اسع خاطرك يا عشق حياتي حط خشمك اسع خاطرك عايد وسع خاطرك يا نجم الجمهور يا ورد انت كيف دقيقه مره شنو واخ خدودك يا نجم الشهر انت هيدبل تبدا صبرت حلقه كامله يا نجم الشهر يا ولد اقسم بالله العظيم ما يحتاج لك تاخذ يا ابو سعود يا ابو سعيد صلى الله رسول الله يا نجم الشهر يا نجمنا كلنا يا عيوني يا طيبنا كلنا هذه افجاك والله اني صادق يا خلي الاخبار ثمن علي ثمن علي كذا احس انها راقده كيف تقدر احس ما من خير ما من خير ما بس ما هو يطالع بس ايش عندك صنبايات النصر انا قد فزع لي فزعات لين قلم بالله كيف حاتم فرايدي ما من خير دقيقه شوف انا ذاك دقيت عليه وكان غايب الحاضره يا ولد دقيقه لا بالله ضبطها لا يا حاتم تعرفها امشي 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 طب خلاص امشي هو ربطها غلط ادري ادري مو برابطها غلط طب الموضوع عندنا اقسم بالله انا دم امشي الموضوع عندنا اني احس بدم متكتل صح
دقيقة خل اصبر انت شو فيها صدق ردعك يا حسن رجلي نايمة منايب انت كربطها غلط اصلا انت بعد ومنملة تعال انت برا امشي في عياده انا عشان اخذ راحتي معك صح أوي. طيب ايش دخل النوم الرجل نايمه ها نايمه كذا وحس تحسنها ثقيله ومنمله والله ثقيله منمل ايش دخلها يا ابو انت فكر ربطها غلط انت بعد كم متى خبر باكيت الجبس قبل يومين يا قبل يوم امس قبل امس امس والله باكيت الجبس اي يمكن يوم حطيت الجبس 48 ساعه يوم حطيت الجبس متفخه اي مره وحين كيف تحس ان ضيمات كلها كيف ايش تحس ركبتك الحين رجلك يا رب الكعبه ها اي والله ومن اللي ربطها لك الحين انت اللي فاكر ربطها انت ربطها اي والله ادري ان قلت بدي تعال اربطها خلينا نربطها لك ولا هنشوف 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 امورك بس الالم الحين تحس انه مستمر معك ولا كيف يخف يزود اذا خذيت ذاك اللي وردك العلاج اللي تقول واصل عليه احس انها طيبه تقعد كذا يمكن ست ساعات وترجع الضيوم ارحب يا شيخ عمر شيخ ودكتور ومهندس هلا والله يا دكتور تعال بس بشوف بكشف عليه يا رجع رجلي كنت دكتور الله يسلمك ارحم علي يا دكتور رجلي احس انها ثقيله امشي 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 ومنمله معك الدكتور حاتم يا بعد تفضل والله وجهه والله قلت بزعل لان قال سلمك اوي تعال على السرير هذا فين ذاك؟ لا 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 هذا فيه؟ ولا تعال هنا تعال ولا تعال هنا تعال هذا اكبر مساحة عطني بالله اكتب القلبس شوي طيب ايش رايك نفك التي عشان تشوف انت بفك ونشوف بلاك من ناقصك جاء المطار يوني ببجيري اشوفك ما نقصت في شيء ما نقصت عليه هذا لا اله الا الله لا اله الا الله ورب المصحف يا الدكتور يقول مفروض انك اجازه اسبوع كامل بس ايش ابغى؟ ابغى نجم الجمهور يا دكتور لازم رزق رزق عيالي يا دكتور صادق والله رزق رزق عيالي لازم حاطر لبيه تملك خبره الله يلبيك تي ثقيله ايش كوم هذه حديد كلها انت شكلك مركب الدنيا كلها اصلا اول شيء انك مركبها غلط بلمه يعني مسوي انا مسوي دكتور مسوي دقيقه انا اخبرك انت روشت امس تقول انا اللي بركبها لك هذي بس انا كنت مستعجل ابغى الريالتي اللي حقت على الريالتي عاد يا الله بيني وبينك اريح من الجبس لا لا الجبس ترى الجبس شوف الجبس دائما يحط الا للكسر تمام لبيه لبيه يا صقر ابشر ابشر بس دقيقه خليني اشوف ذا شفت انتفاخات انستي 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 راسك طيب دقيقه 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 انستي نزل نزل لي جزمتك الله يكرمك الله يكرمك يا ابو حصه وانت الله يعزك ويكرمك انستي تكفى يا ابو حصه امسكها ما اقدر انزلها عليك معك بشبساتك تكون بالله الباب تكفى الهواء الباب ايوه ايش بنحس الحين تنمل صح تنمل انت حابسها حبس عطني رجلك الثانيه طيب كيف اسوي يا ابو حصه؟ ابشر بساتك الحين انت السبب شو شو تكتب؟ بس طلع النبي ابو حصه شف شفت الانتفاخ في الجال اليمين والجال اليسار طيب صل على النبي والله صل عليه معك دكتور حاتم بيض الله وجهه اوه شوف عندك انت متورمه والدنيا اوه عليك 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 خليك خليك ريح 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 ايش في؟ خل خل شوي ابو حصه يا يعني لا لا الامور عليك زين فيها صور ها؟ لا لا فيها صور شوف شوف هذه 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 عشان التمزق عندك انت عندك تمزق دقيقة انت سويت الاشعة صح؟ ايه دقيقة ريح اوه دقيقة دقيقة ريح اه الالم اذا صار قوي اعطني خبر ايوه 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 ايوه, أيوة. دقيقة احنا بنشوف هنا دقيقه ريح كذا لا لا
ما في ألم. لا. طيب. وإذا لفينا كذا. أوه إيه والله في ألم. هذا أقوى. مرة فيه زي اللذع كذا. طب دقيقة شوف هذا أقوى. ولا هذا؟ هذا 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 هذا, هذا مرة. تمام. مدلي هذا رجلك. إثنى هذه عندك. سليم إثنى آخر شيء. إثنى مصابة. اسحب اسحب آخر شيء. أقوى 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 أقوى. آخر شيء. طيب ريح. دف هنا دف يدي كانك دوس بنزين. ايوه دف هنا اقوى 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 شيء اقوى شيء. طيب اوي استحي بسم الله على بطنك اكسر فيها اول شيء اكبر غلط اكبر غلط انت لبسك هذا الجبير انت ما يصلح لك لبس ليه استحي علمك الحين والشيء الثاني المشي بالعكازة غلط لك كيف امشي يا ابو حص ها المفروض انك عربيه هذا اقل شيء شوف الدنيا عندك كيف ايش في ايش في تلماني اشوف انا ذا انت عندك طول العمر تمزق بس الحمد لله منقطع ريح ابو حص شفت اللي مسكتها قبل شوي البطه اللي ورا الساق شوف البطة حين البطة يا طول عمر عشان نشوف وترك شوف وترك وترك سليم شوف يا دكتور عمر تستر وتر شوف الحين وتر عنده سليم وتر هنا سليم تمام بس هو مشكلته عنده وشو عنده السولينج عندك سوايل انت على المكان هذا كله بسبت وشو انك حاطن الجبيرة تمام وانك تمشي بالعكازة هذه تمشي كثير والألم اللي زاد عندك غير انه فوق هذا كله يوم جاء المطر تحركت واجد لان اصلا مو طبيعي ان الانتفاخ يقعد معك يطول اكثر من اربع ايام طيب كيف الطريقه يا ابو حسن شوف الطريقه طول عمر السلامه الحين حنا بحط لك المرهم هذا يمكن اربع ايام غلط الجبس ترى ان طولت فيه ها يسبب لك تيبس بالمفصل المفصل اصلا ما هو حر الحركه عندك تمام يعني قصدك عشان الجبيره سيده ما اقدر احركها الشيء الثاني اذا قفلنا الحين بعد شوي تحت البث ها لازم تحط نحط لك ثلج ورجلك تكون مرفوعه عشان السوائل اللي عندك هذه كلها تروح اي والله انا قال لي الدكتور قال لازم ترفع رجلك ولا تثنيها فوق بعض وطبقتها لا والله شاطر ما شاء الله عليك ابو حصه في تنمل تنمل وكذا احد يحس في تنميل لا اذا الحين ايه الا في شوي طيب بس نخر السوائل هذه شوي اللي عندك زاد التنمل ذا الحين شو زاد ها؟ ايه دقيق ويجي كلام شوي بيستحمل عليه اوه ابو حصان يعني هنا تكفى ايه انت عندك هذه كلها اصلا المنطقة ذي كلها اوه طيب بشوي ايش تكفى ابو حصان ما عليه ما عليه اوه الحين هذه كلها عشان ايش انت عندك اخذت العلاج كم ساعه اي والله خذيت السوائل اللي عندك طول عمر على المفصل لازم تكون رجلك مرفوعه عشان السوائل دي كلها تتوخر شوي انت يعني الانتفاخات هي سبب السوائل اي انت ايش اول شيء انت امورك زينه وترك سليم تمام ما عندك كسر ما عندك قطع بس عندك تمزق بسيط من الدرجه الاولى اللي هو بالرباط الرباط خصوصا بعد هون المفصل هنا في ثلاثه اربطه انت عندك الرباط الاخير هذا في تمزق بسيط هو اللي سبب لك الالوان هذه اوه طيب ايش تكفى تمام بس. طبيعي طبيعي هذا كله عادي طيب ايش بس انك تضغط انت باصبعك عليه بقوه عندك انا داري لان هذا اصلا طبيعي وانت التنميل اللي جاك اللي تحس فيه الحين لان السوائل هذه كلها وشو تضغط على مجرى الاعصاب عندك فتسوي لك تنميل والله العظيم يا ابو حص انا كذا كنا خف التنميل عليه بس شوف فيها شيئين لازم تسويها هالب الشيء الاول لازم مرتين باليوم ترفع رجلك تحط عليها كيس ثلج يا ولد في البث كيف ارفع رجلي في الكاميرا يا اخي تحت البث ترفع رجلك وجس على الكنبه انت امشي امشي صحتك الشيء الثاني ما بي تروح تركض من لوكيشن لوكيشن طيب اذا راح علي نجم الجمهور ما عليك نجم الجمهور يجيك يا ابن الحلال بس انت لا ترفع لا ترفع رجلك كذا رب الكعبه يا ابو حصه اوه دقيقه دقيقه والله واضحه ونص دقيقه لا هو ضغط عليها كثير نزل رجلك تحت
دقيقة دقيقة أنا بنزلها بنزلها أنا بس بأخر التيبسات اللي عندك دي دقيقة. طيب أبو حصة سين سؤال ده الحين، أنا إذا جيت حطيت رجلي في الأرض أحس زي البرق كذا زي أي هذا لأنك أنت أصلا شوف التمزق عندك أين ثلاث درجات في تمزق سطحي تمزق بالدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الأخيرة الدرجة الثالثة ذي قطع كامل ما تقدر توطى بس الحين أمورك الحمد لله سليمة حتى ما تحتاج أشعة. طيب إيش 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 سنة وش لأنك أنت مفصلك لك ثلاث أيام ما حركت فلازم تحرك أبو حصة دبي إن شاء الله يلبيك شفت الدائرة العلمي إيه وهذه هحس زي الخاتم كذا تقفل هو يا أبو عبد العزيز شف سعد هنا رباط ممتد كذا هنا ما في ألم عندك هنا ده ألم يكون خف أيوة بشويش بس هذا بيكون قوي مرة هذا واللي قبله اللي قبله تمام طيب في إذا الحين ما حركت يدي رجلي أحس زي كذا طق دقيقة أوه أبو حصتك بشوف تلمين خاف ولا لا؟ إلا والله أنه خاف مرة لا تسلك لي محل. والله العظيم أنه خاف مرة أحلى صدق والله؟ إي والله هذه ترى جلستك الأولى يا مساعد إيه ترى خلاص فتحنا هذا المكان الجزء هذا من العيادة بيض الله وجهك والله كلها فضل الله فضلك يا دكتور عمر طيب تعالي على ظهرك حاجتين بتسوين وشن؟ ها وش تسوي؟ ايش؟ اللي قلت لك؟ ها؟ اول حاجة نعلم قول لا اله الا الله ترفع رجلك طيب دقيقة نسلم دقيقة قول لا اله الا الله في هنا كذا عرفت؟ حلو كذا وفي هنا يا طول عمر السلامة كذا وكذا بس الألم القوي الخارجي لا الخارجي اللي منه هذا هو شيء هنا الثنتين دي هذه شوف انسدح هذه السوائل اللي عندك الزايدة هيني مخليت نرجعك ما تقدر تحركها شوف الثاني عندك صعب ومد صعب طيب كيف أبعد السوائل أبو حسن السوائل لازم أنت منسدح الحين نعرف رجلك وشو فوق تحطها فوق مركة تمام وتحط لك يا طول عمر كيس ثلج تمام وتحط لك كيس ثلج هنا عشان وش الألم السوائل اللي عندك دي تروح لأن السوائل اللي موجودة حول الركبة دي كلها طيب الورم شوف الورم إيه الورم هو التصابي هو الورم هذا كله ديني كله مورم لأنك أنت رجلك ركز معي الورم اللي فيك هذا كله لأنك أنت توطع على رجلك تمشي ورجلك الثانية ودم كله نازل تحت فأنت لازم ترفعها كيس ثلج تمام وكل شوي وشو تحرك حرك المفصل خفيف حرك المفصل خفيف عشان وشو ما توصل مرحلة التيبس والسوائل تنزل طيب قبل شوي يوم حركت أنت فوق وتحت شفت ال بيطلعك زي الطقطقة أيوة تقول طق أي ليش لأن عندك أنت بدت تصير عندك تيبسات لأنك ما تحرك رجلك لك أسبوع تقريبا فأنت تحرك تمام هذا الشيء الأول الشيء الثاني راحة مرتين باليوم ربع ساعة ربع ساعة ترفع رجلك عشان السوائل دي تنزل تمام وبعد المفصل تحاول تحرك خفيف الممنوع لك قزوعي ممنوع والله ما عاد ألعب قزوعي مناقز ممنوع تروح من لوكيشن لوكيشن على طول سريع ممنوع الجبيرة هذه تنفعك هذه تروح للأماكن المهمة بس أما كنت تحرك واجد لا خذها من عندي هذه بإذن الله ثلاث أيام الدنيا كلها تخف بإذن الواحد لحد طيب أبو حصة يوم جيت الدكتور يقول رجولك ذا الحين كذا صح حلو يقول إذا حسيت التنميل يقول اطرح الثانية فوق الثانية كذا زي 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 رجل على رجل أيوة ولا ارفع يوم قلت ماذا أنا ما أقدر في بث ما أقدر أرفع رجلي في كاميرا قال لازم مد هذه دكتور اللي قال لك قصده زي دكتور حاتم انك ايش تكون رافعها اذا ما لقيت وسادة تحت يقول على قلبك ارفع على قلبك شوف عشان اول شيء عشان اطمنك انت لا عندك كسر ولا عندك قطع الحمد لله تمام ولا انت عندك وشو تمزق بالرباط تمام يعني هو اذا اهملته بيزود ممكن تمزق يوصل مرحله قطع تمام لكن نرجع للشيء المهم اذا سويت الشيئين ذا اللي الثلج تمام خفف الحين شوف اغلب اللعيبه مهما تطور الطب جت اصابات على طول يحطون ثلج الثلج هو اللي خفف السوائل دي كلها عندك تنزل على طول اذا خففنا السوائل عشان اقدر اتحكم بالمفصل شوف الحين المفصل شوف هنا العظم واضح هنا شوف كيف كل سوائل انت ما تقدر رجع رجلك ورا اخر شيء اصبع الكبيره بس اللي مانعك وشو اللي مانعك ان السوائل بس والامور زينه ترى يعني تقدر ترجع رجلك انت بس السوائل دي لو تروح خلاص. يعني الانتفاخ هو اللي عيما يخلينا اثنين اي الانتفاخ ذا كيف يروح ثلج ترفع رجلك كذا على طول شفت
قبل شوي انت مسحت بنص اصابع قبل شوي تمسحت انت شوي شوي تكفى يوم سحبت كذا حسيت ان التنمل يروح شوي 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 هو التنميل بيروح على طول لان التنميل هو ضاغط على المشاكل هذه كلها بس الحين شوف انت اكثر الم عندك هذا اي لفه تكفى طيب. يروح الصحيح. واذا سوينا شيء احنا بنحرك ما راح يجيك شيء شوف الحين ما في شيء شوف مع الضغط على الخفيف شوف الحين ضغط ترى كم قوتي لا الحين ما في شيء شوف بس المشكله يمين يسار ايوه حرك حرك الحين رجلك كذا راح يسار يمين النقطة هذه صعبة. إيه. هذه أصعب وأصعب. حلو. كلها صعبة. يعني هذه اليمين للصعبة. إيه هذه ليش؟ أنا كنت أتحرك من هنا 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 في ربط يعني عادي مو زينة. بس إحنا لو بس مجرد إني ألف كذا. إيه. الموت. أيوه. أنا الموت. تمام. مطلوبك زي ما قلت لك راحة. ها؟ يخف تخف السوائل حركة مفصل خفيف التمزق ده ترى هيقعد معك ممكن أسبوعين وتلاشى معك بيعطيك الدكتور علاجات الحين تسمع. علاجاتك اللي ما اللي قلت لك عليها استمر عليها. تمام على خشم طيب لا تحرك يعني لا زي ما قال لك دكتور حاتم لا تمشي عليها كثير خلنا نبدا تروح مكان معين وصل المكان هذا وارتاح خلاص لا تمشي طيب بقول لك حاجه هذا الحين ما بتحرك كم باقي على البرنامج 25 يوم راح ندم الجمهور ولا سمح الله ما سلم لا راحت عليكم ريالتي بإذن الله أنت ختمت أخذت نجم قلوبنا الحين قبل الله يدعني بداخلك بس أول شيء يا دكتور والله أنا كلمني ثلاث مرات تقول لا تركب الجبيرة لما قلنا تروش يقول لا تركبها أنا اللي بركب عليك وركبت هذا اليوم والله انهضمتني أصابعي وتوني أرتاح يوم ما مفكت أنت لا الجبيرة ترى السوائل ذي الموجودة ليش كلها مسبة الحرارة وإنك أنت نزل رجلك خل رجلك مكشوفة تبي رأي أنا بس اليوم هذا خلك بدون جبيرة حطيت العلاج عليها خلها مكشوفة عشان إيش تمتص العلاج كامل طيب وكيف الانتفاخات لا 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 امورك زين فكر الحين اهدى انت شفت اول يوم قبل كانت اول يوم كانت مره كان بلونه لا الحين احسن بس هذه لازم نسوي لها عمليه استشفاء سريع انك تحط الثلج وتكشف الرباع فوق طيب متى تبغى نسوي التمرين حقك اليوم مسكتني مع ظهري من ورا وخليتني ارصع الكوره هذه لازم نسويها بس مو الحين خليه يخف الاصابه دي تخف السوائل زي ما قلت لك انا اللي حاصرني الحين السوائل دي موجوده اذا خفينا السوائل حطينا الثلج وراحت السوائل كلها بعدت عنك بعدين ننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هو شو نبدا نحرك المفصل عشان ما تجي تيوبسات بعدين خلصنا النقطه دي ننتقل للنقطه الثالثه اللي هو الالم هذه انت تدري ان الواحد يضيع المشي بعد الكسر يضيع المشي اذا كان جبيره نشتغل على المرحله الاخيره عاد وشو توازن توقف على رجل واحده تحرك عشان شو لان يعني عمليه اي مشكله شوف عندك سالم الدوسري تبع كوره زي سالم الدوسري الحين جاء اكثر مره قطع بالرباط نفس قطع اربطه القدم هنا تجي مشاكل هنا على كذا ما تجي صارت متكررة ليش؟ لأنه يكون فيه توافق يسمونه توافق العضلي العصبي إيش معناها؟ يعني أنت من دماغك للعصب للجسم على طول فالواحد إذا جاء يمشي شوي دكتور كذا شوف الحين جاء واحد يمشي وقف على رجل توقف على طول اللي وقفني وشهم بعد الله الأربطة دي تثبت جسمي بعد العضلات فإذا كان عندك قبل تمزق مجرد أنك تنزل ممكن تخونك رجلك تنزل على طول تطيح فهمت علي؟ بس أنت صابتك دي أنت يوم طحت صابتك انت وشو انت نزلت كذا ايوه كذا بالضبط اي هذه على طول وشو الرباط قولي مشكله لان القدم نفسه قدم عندك هنا نفسه هذا عظم تحت مشبوك بعظم عادي ممسوك باربطه ايه الاربطه القدم والساق اي يعني هذا عظم الحال وهذا عظم الحال بس انا يوم طحت كان طا في صوت قوي يوم انت احمد ربك بغى ينقطع الرباط بس ما انقطع انت الرباط صار وشو صار زي كذا يعني هذا الرباط ممتد انت هذا اللي صار فهمت؟ إيه؟ ما جاءني تمزق سطحي بس الحين خفف يعني بتعكز يعني في اليوم قل اطلع من الهاوس لساعه الابداع مره واحده في اليوم لا انت مو انك كنت مره واحده انت حرك عادي تحرك عادي بس انك اول تعبتني العكازات لازم اجلس على رجولي شوف اجيبك لو اجيبك كراسي دي ابشر بساعدك بس انت تحرك عادي بس انت لا تتحرك واجد مو من الهاوس للابداع من الابداع المتساسيري تطلع يمين يسار يمين فهمت؟ حركات واجد لا تسوي على حبيبي فهمت اي على خش طيب يعني بتعلمني كيف طريقه ايش اسمها الجبيره كيف البسها الجبيره الحين لا تلبسها الجبيره تلبس اذا صار في كسر في قطع طيب ليش ما البسها لانه شوف هو حابسها الدنيا كلها محتر عنده هو حابس الجبيره وضاغط يا ولد رجلي وربط المصحف كان في ما يفكها امس فكها عند النوم فكها عند النوم بس كيف نايم نعم عادي المفروض ان اذا جاي ينام اقول لك اصدمك ابو حصه اصدمك ابو حصه والله اني راقد كذا نزلها تحت كذا
نزلها تحت. لأن الكنب اللي أنا أرقد فيه في الصالة في دائرة كذا. يا أخي ما أعطينك سرير، تنام بكنب. صدق. إزعاج. حتى الآن في الأرض. عندي ريالتي. ارفع لك دي. شوف شوف. الحين النمر ذا ناخذ الثلج. شوف كيف شوف ذا. نبغى له ثلج. نبي له ثلج. يلا قم قم. 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 الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. لك جلسة ثانية. متى الجلسة الثانية دكتور حامد؟ الجلسة الثانية عاد تحت البث ولا هنا؟ لا لازم خلاص هذا عيادتك. والله عيادة والله عيادتك. والله ما نستغنى عنك دكتور، والله يا دكتور عمر انت من بعد الله انك انت اللي مجمل. الله يسلمك. والله يعينك علينا. والله انت من يوم جيت ها قد يوم دشنا ما من مكان. العلاج الطبيعي طق اصابة واحد طق واحد رقبته واحد رجله. ابو حصة بس في حسن مضروب بالساق عندي ضرب. ابو حصة في قرصة سيكل هنا. سواق. شوف. لا مو سيكل هذا تمزق. هذا التمزق عندك. التمزق يطلع اللون ذا على طول. شوف وضعك احسن من التمزق. انا اول ما هو عنده وش ثلاث اربطه كذا شفتها قلت هذا جاله يعني شوف الدائره ما عاد يتقطع. اي شوف الاربطه تكون زي كذا حلو. هو اللي عندي هذا الجبط هذا بس واحد وهذا هذا 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 هذا, هذا حتى هو مو قم قم البس قم البس مجرد انك انت ميت رجع اعطوه الله يرحم والديك. خلاص لا لا انا اقول لك بس البس البس هذا ابغى اشيلها معي. هذا حطه حتى اذا حطه دكتور ممكن ما يشد عليه. اي بس الحين لا انا ما بلبسها إيه خليك شوفها الحين اذا حبيت بعدين تحطها لا تشد عليها تمام عشان ما تضغط على هذه وتشد. يلا امشي طيب دكتور ما علينا ابغى سكليف. هذه شوي جت الزبده كلها سكليف. هذا سكليف بس هذا من ريالتي يعني بين ريالتي الدكتور سكليف من ريالتي. السلام عليكم. تبي نجم الجمهور؟ ابغى نجم الجمهور ما ابغى سكليف والله العلي العظيم ما ابغى امسك ما ابغى سكليف ابغى نجم الجمهور. امشي لك ان شاء الله. شوف لي اكتب لي يعني اكتب لي المدير القناة سكليف نجم الجمهور. يلا وجهك ابو حصة بيضة وجهك ما تشوف شر ما تشوف شر دكتور عمر البس البس الحركة الزايدة ذي انا بيها يعني مضل خلاص ما عاد في عصريات. لا يا اخي موجود معنا بلبث انت عادي يا اخي بس انا اللي طالب منك لا تحرك بزيادة مو من المجلس العسيري لا ساعه الابداع ساعه الابداع للهاوس بخمس دقائق تروح الكاميرا الكاميرا عندك انت الكاميرا تلحق مو انت تلحقها كافو يا العباره اقولها بكره لكم شروا. الله لا يهينك شيك يا ولد تجمعوا ضدي صاروا لهايب كلهم دكاتره والله وشو تعبوني يا رجال يا رجال روق دخوني من سالفه اتكلم معهم موضوع مثل المطوى حلو جاوا لي موضوع المباراه. ها شفت انا كذا تمام تدري وش الهدف من السالفه كلها الهدف من السالفه كلها اللي يبون يقربون ضغطك والله ما في شيء يا اخي والله ما عندهم شيء يا اخي كلنا ندري والناس يدرون انك انت طول عمر وخالد حامد وش اسمه وزياد وعبد الله كله يدرون انه وش انها تطقطقون تمزحون. لا لا ما انا ما ادري عن الطقطقه قصدك اعذرني اذا هي طقطقه ومزح مو انك طقطق تمزح انا قصدي انها عادي من باب انها كلام عادي مو انك جدي كذا هم يدخلك يربطك بالسالفه اللي يبيها ولا تمام والله اني في غنى منها على خشم اذا الحين اخذ الشر ما يجي. طيب يا دكتور ثلاث لبيه. الله يلبيك ثلاث مرات اليوم العلاج خذيتها الساعه 12 تمام بعد لك ها اي بعد لك ما تاخذه خذيتها الساعه 6 المغرب و6 و12 الليل ما تاخذه 8 الصباح اخذتها انت 12 الليل كل شيء 8 الصباح بعد الفطور. يلا لا انت بيض الله وجهك يا دكتور يا انت ابو حصه وين بتروح وين بتروح هذا مكانك خلنا نجلس والله العظيم انا اول شيء انا اول شيء اعتذر عيادتك لنهايه البرنامج لا والله اعتذر اني جيت بس انا والله ما جيت والله هذه عيادتك لنهايه البرنامج الله يسلمك والله يبقيك حق الله العظيم انت اللي مجملنا وانت اللي مسعدنا وانت اللي شفت الحمل بعد الله عنا والله ما نستاهل انا اقول لك اعانك الله والله ما نستاهل الله يسلمك ما تشوف شر يا هلا يا هلا تقول الله يطعني وش انت عندك كلام اليوم الحين لو كيف انا بجيب عيونه شو عيونه ما
هذا مؤسس الدولة السعودية الثانية بعد هدم الدرعية تجلى في غارة بن جلوي هنا معروف جهة الخرجة والسياح ذكره لي ابن عملي عرفت ولد ابنه جلوي ولد ابن له وسماه جلوي لأنه في الجلو تخيل بعد ما كانوا حكام والدنيا تحتهم والملك يا ما سهرنا حاكما ما يطرع واليوم دنيا ضاع فيها افتكاري مدريش يقول تودعك تسقيك حلوا ثم تسقيك مرة الله أكبر تسقيك حلوا ثم تسقيك مرة ولذاتها بين البرايا عواري العمر ما يزداد مثقال ذرة والرزق ولا جال في كف باري ويوم ان كل من رفيقة تبرى حطيت الاجرب لي رفيق من باري نعم الرفيق يا سطى ذم جرة يودع مناعير النشامة حباري دريش يقول وحصنتها بالسيف خير وشر وقبقب شراع العز لو كنت داري دريش يقول المهم يروح في قصيد يعني تعلمك والله القصيدة هذه من مفاخر اللغة العربية من مفاخر الوطن تعلمك أول شيء دورة الدنيا وصدق التوكل مع الله الدنيا الدنيا وأنا أخوك من توكل على الله وكفاه دنياك ما دامت لسليمان داود في كل شوف لا إله إلا الله ربي ائتني ملكا لا ينبغي لأحد بعدي في كل يوم المال عنده في زود ألين جاء الموت لزم على العود وقفه وخلى المال في كف مولاه لا ما الله يبيض وجهك والله روح خذ لك نفس شو اسمه قبل القصيده اللي اولا اللي حقه الضمير ابياتك ايه اللي اليوم اللي بشيلها ان شاء الله وك الله ما يشرفني والله انه ابدع صدق والله اسلم يا الحق ما هو مجامله والله الله يبيض انا دائما اكره ابو عثمان الشخص اللي جامل خصوصا في الشيء جامل في جميع بالعكس المجامله في الحياه حلوه يلهب لا تقول لي زي اللهب يا ناس هبوا له من رصيدي شغال معك هبوا له من رصيدي فيصل بن نياف هبوا له من رصيدي فيصل بن نياف كان عندنا عندك سلمت يا ما زارنا سلمت شغال ان شاء الله القصيد دائما لا 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 تسعى للمجامله بالعكس الشاعر عطى حقه اللي طبيعي ان في البدايات فيه مستوى اقل من الشاعر فيه مستوى اعلى من السن السن له دور في الشعر اي شخص يقول ان السن ما له دور في الشعر مع احترامي له عليه صحيح صحيح هذا غلط لان انت في مراحل حياتك كل مره تتعلم نعم نعم نظرتك تتغير توسع مدارك الحياة وتشوف أشياء ما مرت عليك يعني اللي عمره 20 سنة ولا 19 سنة ما هو مثل اللي عمره 26 ولا 27 هو الفرق شوف الفرق ما هو بشاسع فرق بسيط وترى من بعد من غير متفارق من بعد 25 من بعد 27 إذا كان الرجل كثير الأسفار كثير الاختلاط مع الناس واسع الثقافة من رجالا على قول خلف من هذال محك حكت معادنها يبدأ يكتب من واقع تجربه ويدخل قلوب الناس الأبيات يقول الله أكبر والله يا الصورة إن شاء الله أني أرسلها لك إني كتبتها راس جبل عندنا وش كبرى تقهوي صبع صبع يا رجال طرت في البيت في البيت يا طويل العمر والسلامة وسرح في الديرة اي والله كعاب يا ابو عثمان تفكر في هذه الحياه المهم يقول الله ايام غيوم يقول وكلت امري عالما خاف الضمير الواحد الفردسه متجل وعلى ما للملا قدره في تحديد المصير فيك الامل والظن يا رب الملا يا رب صيرها وهي بامرك تصير ما للحياه بدون توفيقك حلا عني نور طريقي كل ما طال المسير وعني وعاوني على كل ابتلاء ادري الكبير إنها مثل همك كبير لكن كتمت الهم والجوف امتلى وعقب اختلاطي بالبشر أصبحت غير أميل للعزلة وهوجس في الخلاء لكن عسى ما قد حصل خيره وخير الله يجلي كل هم من جل الله الله صح يا سار الله حيهم
ادري الصباح امس مالك حيله خلا تمشي يلا حي الشباب يلا حيهم يا مرحبا ها هسه نعطيكم طال عمركم اطرح لكم سؤال كذا ها تسال وتقرا جوا في المحجر اسلم سلم سلمت فابكم طال عمركم تعطوني عن اسمه فعالياتكم في رمضان وفي العيد الله عليك اعطونا في رمضان يعني الروتين اليومي الروتين اليومي وش هو في رمضان بالنسبه لي رمضان احنا طال عمرك يمكن ست بيوت ما شاء الله كل يوم فطور عند واحد ما شاء الله رعينا كلمونا المجلس الازرق متى الله يحييك متى هو فطور يصير فيه والله والله ما ادري نوبه رمضان على حسب كل يوم طال عمرك يعني اليوم عند ابو فمين بكره عند حسين بعد عند هذا بعد لين ست ايام عرفتوا بزمونا برعينا شغلنا كله بالجمل ومحمل ايه بالحمل والزمل بالحمل والزمل كلنا طال عمرك سمعت ثم افطرنا ثم طال عمرك لا ياذن العشاء صلى على ثم عاد اللي عنده الشغل يروح يخلص شغله على السواق خبري السواق في رمضان ثم يوم تجي الساعه 10 للواحد فاضي ما عاد عنده الشيء اللي يروح للاستراحه واللي يروح السمره ولا واللي يا طال عمرك جت الساعه 3 الليل كل واحد عود بيته السحور هم تسحرنا معي ملخاء ثم صلنا الفجر ثم رق قادرة وقم الظهر سل الظهر وقرأ القرآن الساعة والدهت وارقد وقم العصر وصلي من العصر عاد ندور فطور عند من ورم يا سلام هل ختمت القرآن في رمضان؟ نعم القرآن نعم ما شاء الله خاتم ما شاء الله 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 طيب يزاك خير اللهم أبو نيار يوم تطبعت ختمة القرآن أنا أشوف من الأشياء الرئيسية في رمضان ختمة القرآن صح نعم لكل تعرف عليه إيه لكل شخص لكل شخص هو الأفضل إنك تداوم على القرآن في كل مرة بس في رمضان أجرك مضاعف نعم وشهر فضي وما تدري لو تصادف ليلة القدر فأنت ما تدري فمن البداية هبدأ أما الجوي في رمضان نفس ما قال ماجد حنا يمكن 8 أو 9 بيوت ما شاء الله إيه كل يوم عند واحد يعني يلحقنا الدور كل 3 مرات أحيانا اللي في البداية يلحقهم 4 مرات وأحيانا لا لو إن جاء آخر 4-5 أيام قلنا كل يفطر في بيته وراكم مقاضي وراكم مقاضي وراكم شغل وراكم كل يجهز للعيد وكل ما عاد أحد فاضي لا لا نداوم كل مرة الفطور عند واحد ونفس النظام عند ماجد أنا نفطر مع بعض لين يدينا العشاء يدينا العشاء عاد حنا سبحان الله يمكن الأجواء هذه عندكم حنا كل واحد له مزاج في مسجد معين صح صح يقول أنا بروح أصلي في المسجد الفلان تلقانا كلنا 7 ولا 8 ما نتفق كلنا 7 كل واحد يروح المسجد يصلي فيه تلقى فلان يقول والله انا بروح مع الامام الفلاني اصلي انا ارتاح وخشع في المسجد هذاك واصلي براحه والثاني قال لك لا انا بروح للمسجد الفلاني سمعنا كلنا انطلق ما شاء الله من عنده راح يصلي لو منا صلينا وخلصنا التراويح احنا يا الشباب نجتمع في استراحه والشياب يجتمعون في استراحه احنا طايره رمضان الاخير رمضان الاخير طحنا الكشتينة مدي تعرفونها ولا نسينا نسينا الطائرة مدي كشتينة نسينا الطائرة هذه ما عاد ندري شو اسمها ولا عاد نعرفها ولا عاد نعرفها سلام الله ويوم جاء نص رمضان والعيال يجيبوننا الشيش الله ايه وش اسمه الثانية اللي على لوح مثل الشيش على لوح جكارو جكارو ايه جكارو والعيال يجيبون والعب ما تلعب والعب ما تلعب لين 4 هنا و4 هنا لين السحور كنت سحرنا مع بعض استراحة ونوبلة تسحر مع أهلنا في البيت تسحرنا مع بعض ولا تسحرنا عند أهلنا صلينا الفجر أنا والله صدق أحب بعد صلاة الفجر أخذ لي 3 لفات على الحارة أمشي أخويا أحس أنها أجواء صح. روحانية خصوصا بعد صلاة الفجر ولا قبل صلاة المغرب بنص ساعة تحس أن الأجواء تعيش جو رمضان صدق صحيح. اخوي الشوارع فاضيه والعرب ما فيها احد ما تلقى لك الا 1-2 هاي جديد ايه وبعد المغرب وقبل المغرب نص ساعه الشوارع مليانه البواري يعدي ويضرب وهذا يعدي مع الحاره وهذا شيء لك كيس وهذا رايحين بكيس هذا
انا لا من جاء قبل المغرب نص ساعه احيانا اخذ لي لفه، لو اخذت لفه الصبح لا قبل المغرب ما اخذ لفه، انا على الوضع هذا رايح جاي لين ينتهي رمضان. ما شاء الله. ثم انا لاذن الفجر صمت، ولاذن المغرب افطرت. الله يجزاك بالخير. ودون الفجر بساعتين اتسح. الله الله. لاذن ايش؟ لا لاذن الفجر امسكت، ولاذن المغرب افطرت. بدون الفجر اتسح. الله يكتب لك. بس. رمضان. ما انت تروح. لا لا النظام نفس والله نظام ماجد و ما شاء الله. وابو نيار. نجتمع اكثر من بيت بيوت. واللي يلحق الدور واللي ما يلحق واللي بدايه رمضان نفسه كان بالضبط. ايه. فنفطر الفطور عند فلان والفطور عند فلان. والسحور على السحور على حسب، اما في استراحه ولا في مخيم، خاص في رمضان اللي فات واللي قبله. يعني شب النار في حايل. أجواء هذا زينها. أما في مخيم الألعاب كل يوم مرة نروح طايرة هنا مرة نلعب هند حنا. تعرفون الهند اللي 14 ورقة سروات نفس بلوت. أنا البلوت كله ما عاد نلعبها من كثر ما نلعب الهند. ونعطيها منا نعطيها منا. و الله الله نفس النظام بالضبط. والله ما في. ذكرني محمد يوم يقول الأجواء زين. ذكرت الشفاء. والله انك شوي روح اللي ما نسيتها. لا زين بدور الشفا. لا عن لا من خصوصا في اول 10 ايام لازم نروح. و10 ايام الثانيه لازم نروح يلا. وال10 ايام الاخيره لازم نروح يلا. مزين من الجو في الشفا ولا جو. انا اتكلم عن رمضان القريب، رمضان اللي قبل احنا دايم رمضان كامل من اول نروح بالحمل والزمن. ست سيارات، سبع سيارات، 10 سيارات وسيارات تلحق نروح للطائف الحويه. نجلس هنا رمضان كامل. اليوم في ناس تبي تعتمر يروحون يعتمرون يرجعون في استراحة استراحة بحر قسمين. ويلا هو فطور منا وسحور منا وشفا منا وهدى منا. الله الله وانا ساعات وعلم زينة والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ختمة القرآن هذه ضرورية اللي في كل رمضان متعارف فيه. مقصرين حنا في الأيام في الشهور اللي قبل واللي بعد. في رمضان نكثف. نكثف فالقراءة فصار روتين. ختمة القرآن مرة مرتين ثلاث. والله الله يا الله. أسلم أبو سعد. أسلم أبو عندك عندك. سعد لا لا عندك عندك. ما عندك منا. والله يطول عمر السلامة غالبا الأجواء في رمضان. كل ذوي يتسمون عنده واضح إنه عن رمضان. نبي أنت أسلم أبو. رمضان عادة. رمضان عادة دوام. لما نحن في مكة. عرفت والبيت قريب من الحرم. اللهم لك الحمد. من دون مبالغه من صاله البيت من صاله البيت بالدباب الى عند السلم حق المشروع خمس دقائق ما شاء الله. اللهم لك الحمد الحمد لله ما شاء الله. فغالبا اعمل في رئاسه الحرم عرفت في إدارة العربات في إدارة التفويش طبعا العمل بالذات في رمضان وفي الحرم أحظك بلدي يا أخوان لذة والله العظيم لذة غير طبيعية. أنا أتوقع الحج داني بروح عمل مرحبا ودي ودي أجرب الله 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 جميل جدا إنك تروح مكة في فترة رمضان أو حج يزن سد راح الراحة أسلم من يقول أسلم يزن الدارقي الله يذكر بخير نعم فهو في الصحة فالحج اللي راح أشوفه هنا يصور يا رمضان له الطقوس فأفطر في البيت ها. أفطر في البيت نعم لا تفطر في الحرم لا أفطر في البيت والحرم أفطر في البيت وبعد هذا على الحرم بس تروح تفطر في الحرم بعض الأحيان يعني الحمد لله بعض الأحيان من قبل يعني في قبل العام اللهم لك الحمد إلى يمكن 24 افطر في الحرم واطلع بعد التهجد عرفت ماشي. لكن اتكلم على الايام اللي او السنين اللي عملت فيها في الرئاسه جد شيء لذه يا اخوان لذه عندي بريك تقريبا ساعتين ووصلنا مسقط الراس في ريعبخش في جياد فدق على واحد من الشباب يجينا بالدباب في الشعب طاير كذا عمرك تحب السياق ها دباب سياق ايه عرفت فرمضان بالذات في مكة وفي أحيائنا الشعبية له طقوس جدا جميلة طبعا البسطات
الناس الفرفيرة الطائرة الحارة طبعا يزينونها كاملة والله اي والله عندنا بالذات يعني الحارة عندنا حتى الناس يجون من برا لا زين يا يرتبون الكورنيش خابر الكورنيش والفوانيس هذه اجواء جدا جدا وناس وبشر وشيبان وعيال فهذه اجوانا في رمضان والله يعيدها علينا ان شاء الله ويبلغنا رمضان الله. لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله بس انا بحصه اي توني اطلع المستشفى توني اوصل الحمد لله 6 دقائق ونص وانا امشي 6 دقائق الحمد لله سلام اجواء يقول عمران رمضان تختلف عن الناس انا خاص حقين الدوامات هذولي انا جوي برمضان كيف اقول لك راي طائرة أوه راي نادي كذا جتني الشيخة بإذن الله كيف؟ تلميح أنا برمضان طول عمر السنة أول شيء يذن الفجر أصوم يا سلام مع ذان الفجر أصوم مع ذان المغرب أفطر يلا تمام بس أنا جوي جوي جدول الجدول برمضان كيف؟ أول حاجة أنا رابطني دوام الدوام كيف؟ أنا دوام الشفت حقي رمضان اللي راح متى يبدأ الدوام؟ يبدأ الدوام بعد صلاة المغرب بساعة حلو وين حلو فارج حلو الدوام بعد لا أنا أنا الناس أحب الدوام وأنا صايم مع أذان المغرب بعد أذان المغرب ساعة يعني بالعربي أغلب فطوري وأنا وين بالدوام فكنت والله كنت أسابق الوقت برمضان أنا أنت تخيل برمضان ودك تجلس مع أهلك ودك تقرأ القرآن ودك تطلع مع أخوياك ودك أجواء الليل رمضانية بالليل أنا أول ما يذن المغرب بساعة ببدأ يومي فيه اطلع للدوام تعرف اما عند اهلي اخذ حافظ فطور كذا واطلع الدوام اوصل هناك افطر على طول جتني حاله عالجت ما جتني حاله قعدت اقرا انا والدكتور معي كذا قعدنا نقرا زي ما تكون صليت الترويح تروح على الركعتين ذات انا اقدر عليه ما مدانا عاد خلاص كملنا على المستشفى بالدوام حتى اذكر كانت عندي بالعياده زحمه المرضى احيانا تخف احيانا اخر الليل يخفون فحتى كلمت عندي مدير العياده يطلعني اخر ساعه أبلحق قشي موني يطلع من عندك وأروح أفطر أفطر عندك وأطلع من عندك أصوم ما هي حياة فصرت أطلع والله يا جماعة تخيلني أطلع وأنا بالدوام أبدل لبسي بالدوام داخل الدوام سيدة على النادي أنا عندي النادي خط أحمر سيدة على النادي تمرين 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 بعد من النادي وشكو على البيت أحيانا أتسحر وأنا بالسيارة وأحيانا ألحق أتسحر بالبيت يعني يمر لي برنامج غذائي أخذ كذا أحيانا وش أتسحر بالسيارة اطلع من الدوام بالنادي اطلع من السياره اقرب مكان واتسحب اطلع للد هذا الحق ها الاحلى اي ترى رمضان ترى تنشيف شغل تنشيف اقول لك اطلع طول العمر بعدها لا انا متفق هناك مجدول في عيال بنا حين يومون الصباح حين يومون العصر كذا فاول شيء اصلي فجر خذ كذا خطوه مع الوالد لازم يفك لنا خطوه كذا فجريه بعد يعطيني من سواليفه ومشاريع وراح انا بسوي عندنا بقصيم مزارع وكذا بشغل رشاش بنروح كذا احيانا اخوي المزرعه جو رمضان الصباح كذا رشاش شغل رشاش المزرعه والدنيا والنخل تمشي خطوه مزرعه كبيره اي حياك 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 اطلع طول عمر عندنا مزرعه وفيها طول عمر فيها خوخ وفيها طول عمر والله والله وفيها رمان اصبر شوف اصبر الفركس الصراحه اذبحني يا الفركس عندنا برسيم ابتليني يا حمام دقيقه تبي نوجه العدو موجود وعندنا طول عمر طول عمر عندكم اسمه رودس موجود اي أيوة والله عندكم عشاتيس اسمع وموج اي موج اي موج حياك والله العظيم انه موجود انك ندخل انياك كم مساحتها خل مو كم مساحتها عندنا الرشاشات في عندنا في رشاش 8 ابراج ورشاش 5 ابراج ورشاش 4 ابراج لا على القصيم عاد ما يبغى له حلو بس المهم آه نطلع من المزرعه تمشى انا والوالد خلصت ارجع عاد اروح عيال ازعجهم لازم اتمشى معهم بعدها تفك معي خطوه كذا سوالف سوالف وارجع ارقد بس رمضان اللي راح اجواء يعني تقول داخل على الشتاء شوي فانام اقوم الظهر ابى عشان بلحق الوقت اقوم الظهر اصلي الظهر اقرا قران بعدين اطلع اقيل شوي احيانا اقيل احيانا ما اقيل صلاة العصر قرآن شوي العصر لأن ما عندي الوقت ذا فأروح أنا أتمشى مع عيال تمشى فيك خطوة نروح كذا أحيانا تيجي مطر بعد تعرف توصل قصين هناك تروح تمشى سلم مر المغرب ويلا نرجع الدوام هذا الروتين
بس دائم دائما عندي نقطه دائم اخر العشرة واخر يعني والله ان شاء الله ما هي رياء عمره متفق انا واخوي من يمكن خمسه عمره دائم. انا عمره بدايه البرنامج سلمت ابو سعيد عمرتي انا بدايه رمضان وعشرة واخر ثانك يو حسين لبا شكرا يعطيك العافيه ويلكم الله وجهك اسلم يا ابو انا يا طويل العمر جدول رمضان كالاتي والله ان عندي تعطيل بسيط خلي نداوم نرجع من الدوام اسلم نرجع من الدوام نرقد بعد صلاه العصر اجلس في المسجد اقرا القران ساعه كذا بعدها يا طويل العمر والسلامه والكلام للجميع اروح اتمشى امشي قبل الفطور عقب ما افطر اجلس في البيت العشاء مع اهلي بعد العشاء على الاستراحه زين من بعد الساعه 12 الى وقت السحور طايره لين تنفخ اصابعي كبس ها كبس لين تنفخ اصابعي زين طبعا الروتين هذا لمتى الى 15 رمضان بعد 15 رمضان شنطه السياره وعلى مكه 5 أيام في مكه زين في فندقون هناك فيه مسبح وفيه فطور وفيه كل شيء 5 أيام في مكه بعد مكه المدينه يوم واخذ فيها 3 أيام بعد المدينه ينبع واخذ فيها 2 أو 3 عقبها ارجع خلاص ما عاد الا العيد كم قضى عليك يصير شو قضى لا السفر 10 أيام لا ما يفطر لا لا افطر عادي سنة, سنة 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 والله اني يوم رحت المكة يوم قدري بصل مكة اخي معي قال ودنا نحيي السنة نحن نفطر قلت نحيي السنة ايش مشكلة ونفطر ما باقي على المغرب شيء عرفت ايش المشكلة لا ما فيها مشكلة ضحكتي على ما يضحك غيرك صقر صقر رفخت يدينا قلت رفخت يدينا دقيق بعضهم اللي يوم تقول نحيي السنة ما في مشكلة نحيي السنة لكن القضاء متى يقضي قبل رمضان الجاي لا بعضهم لا وصل رمضان أنا فطر طيب عن نفسي أنا لا أنا عن نفسي لا لكن عن نفسي بعد رمضان على طول أصوم 6 من شوال والأيام البيض والقضاء الله يجزاك التوم أسلم يا نواف تقرب النور السرور يا هلا شبعنا من السلام عليكم سرع يا نواف لا بك تحدثنا عن التنشيف ما في تنشيف قل ما في تنشيف انا اطبخ فطوري بنفسي بسرعه ايش طقوسي في رمضان قصدك إيه؟ يا اخويا اداوم مع الرجال اما ايوه اداوم مع النجا والله اي والله اداوم ارجع اخذ لي غفوه بسيطه واقوم ازين فطوري زين قهوتي وزين انت براسك طيب اداوم متى تطلع عزوبي انت فيك شيء لا والله بس لابس نظاره كذا بس تتبه عزانا عزاك الله يجزاك خير طيب خلاص ابو سعد لا تعصب علي انت نظراتك دي خلت ارجع خلاص ابو سعيد عط الموضوع حقه يا خوي موضوع حقه ايش انا اسوي قهوتي ايش اسوي فيها عندي تعقيب عندي تعقيب على قهيب قصيده سالفه ترى عادي يلا قولها خلي الرجال لا بارك الله فيك اسمع خلي ترى توي طالع من السياحه انا جاري خلي صحيح زياده رجال خذ راحتك والله تاخذ راحتك والله الناس ليه ما تزوجت طيب انا بس صوت راس تعبان نواف لا في ظروف خاصه طيب انت اللي تسين قول ليه ما تزوج انا هذا متزوج ارتاح مع عيالي في رمضان لا ما لها دخل شوف انا زين قهوتي الله ينشب عدوك ليه لا اخي دقيقه كان بنشبنا في اشياء وايد تفكرنا منك لا حبيبي انا مجرد مخدوم اخي الزواج تراه راح انا اذا جاء رمضان خذيت عيالي وخذيت زوجتي الله يعطيها الصحه ترى سافرت ورجعت لك عيال ايه الحمد لله تزوج ابو سعيد ان كان صادق صقر ابن سعيد ابن بلال له 100,000 ريال سعودي الله يجعلها صبته ايوه عشان ما عاد الموضوع عند نواف خسر كرمكم الله ايوه كم يا نواف نواف سحب عليك ما بديت صار سحب عليك زوج مصح انا استرفع عندي ما شاء الله اذا ما لي ثمن عندك ولا ما لي قدر عندك تعلمني لا والله بس حبيت اعطيك كيف التصعيد قلت هذا التصعيد طالع على كيف شغله المهم اني ازين فطور ازين قهوتي وتم واسوي لي سمبوسه فطور دوامك متى دوامي من 7 لـ 7 بس بعض الاحيان خلوه يسترسل مثلا اذا ما عندي دوام مثلا او مثلا دوامي كان مثلا كراولس لا ما يكون شفتات بعض الايام يتلحقني اللي هو دوام كومبارس انا ما نشدك على الدوام يا اخي هذا نشدني على الدوام هذا اللي دقق مره من كم لكم خلاص يا اخوان ترى تعبان طقوسك بس خلاص طقوسي ايش ماني مسلم زيكم افطر المغرب واصلي التراويح مع الرجال واتسحر الساعه 3 ويدن الفجر بارك الله فيك كتمان كمل ارحب
يا رب انك يا رب انك غيرنا يا رب انك شيء متميز يا رب. يا الله انا اليوم الساعه 6 الصباح اطلع العصر ارقد. يا رب انك ما تلعب طايره سيدي. اقوم لا بعلمك علمك علمك الساعه 10 ابو سعيد هدي لك اروح الاستراحه. يروح الاستراحه رمضان يا الله. والله عندنا استراحه في البقلاوه هذا وش خل خل والله ما خليت نضحك خلنا خل نواف خلنا خل الرجال يتكلم والله اني ابو فمين قالوا في الشريط تحت اقسم بايات المصحف انهم 17 اقسم بايات الله اقسم بالله انهم قالوا يا ابراهيم ابو فمين قبل تصارخ قبل تصارخ قول وانطلق في الصراط يا اخي يا اخي انا قبل شوي قال كيم راضي كيم انا راضي انا انسان انا مسلم لا يجوز ترويع المسلم لا يجوز ترويع المسلم لا ترى اطلق ابو سعد ابو سعد ابو سعد ابو سعد اقول لك انطم انطم اسكت كمل انت يا له شغالة لا اشتدكم ذي فلت انتها فلت انتها فلت انتها انت يلا الساعة 10 نروح الاستراحة يا طويل ايوه بعدين طايرة شفت الليل الساعة 2 عقب 2 نسحر في الاستراحة لا لين نصلي الفجر لا صلينا الفجر يا طويل وكل يروح البيت ما تصومون شكرا على الذبيحة اه زين سام يا علي شوف يا علي يا رب طبعا النوم المعروف عند الشعب السعودي انا مو من اقل شيء 9 الصبح يعني اكلمك على العاطلين خاصه بدا يجي 9 8 بالكثير انت نايم تقوم تصلي وتصلي كذا اقوم الظهر فهمت اطلع ارجع يعني لازم اقوم الظهر ذي اجباري علي اني اروح اقضي اغراض يقول يقوم الظهر اقوم الظهر اقضي اغراض البيت والله لازم غصبا اجباري فهمت اني اشوفك اخلص ارجع العصر انام بين يعني الفتره ذي اللي بين ظهر العصر الين صلاه العصر اخلص اطلع اطلع بس اسمع السالفه يلا لا لازم اسمعك لازم اسمعك بس بتقول الرجال رجال يقوم اللي يقوم يروح يقوم خلاص خلاص اسرع كنت بس لا متى لا 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 جايزه لا 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 قفل الباب قفل الباب قفل الباب بس ابو سعد قفل فاصل يا ابو مفرح ترى غبي يحسب البث يمشل ذن البث معه هنا في واحد مدرنا كاميرات اسرع والله هو راعي الحديث صراحه راعي المحور ابو سعد تعال ابو سعد خلاص رجع ما قلت شيء هذا يتكلم ما قلت انا رايح فين انا راجع لا متى يا ولد الرجال شو قطعت الرجال سول لا 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 قطع يقطع انت انت اللي قطعت خلاص استرسل يا علي يا حسين يا اخي صقر قام الرجال منفصل من زواجه متزوج ومنفصل نفس وقام يلا كمل طيب العبلك بالماء والصابون والمفرقعات خلاص مشكلة ان انا تكلمت في الشيخة قلنا يا شباب الجلسات بيكون فيها سوالف حوارية والله لاصجوفك هنا وقلت تكلم في الشيخة قلت الجلسات عادي تكلم في الشيخة جلسات خمسة ما تزوج الخمسة تفضل 15 واحد لا في الاوقات هذه عادي تكون قليل تفضل بس ابغى اسكت حاتم اسكت 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 انا اخشع لا مجار مجار ايه وبوي سولف هنا يا وجدي اعتبرها اني مثله والله العظيم اني صوت لا 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 اقعد 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 خلاص استرسل استمر عليك والصوت هذا مقبع على استخاني انا لا 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 اقعد 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 اوه تدني على الشيخ قدر اخرس اخرس لا لا ما يخرس الزند لا ابو سعد ابو سعد ابو سعد والله رمضان لا 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 انا والله رمضان يا ابو سعد يا ابو سعد عشان يخلص Oh,
عش الحياة بقناعة نفسي ما عادت مثل أول صبورة من منطلق عيش الحياة بقناعة نفسي ما عادت مثل أول صبورة من يوم يبقى الحزن واضح وطاغي شعوره حتى ولو نكتم من الضيق عبره تضوي القمر ما يخفي الليل نوره حنا بشار وجروح الايام دسمات ممكن تبكينا من الشوق صوره الحرب في صدري عساكر وباشات وزرت على كسرة 30 ثورة عشاق يبكون جورا شاعر وفي راسي دروب طويلة ما همني لو الزمان بامبورة واندارت الدنيا علي سهلات والله لا لعبها مثل يا اخوان سجلوني احد بنزات ما شاء الله حسن العجمي انا بعد احد بنزات
الشخص اللي مظهر صراحه الله يسلمك ما شاء الله تبارك الرحمن والله يديك وجه الله متفرد متفرد يا اداءه الله يطول البطل والمنشد والحبيب والفذ والفخم حسن سيف العجمي عاش ابو سيف عيش ابو عبد الله والله وجهك على شيل الكوبو وانت مبدع نجم مره مبدع وانا اخوك ايش الشيل هذا يا عيال ايش الشيل هذا ايش هذا مو مني ايش هذا ابن ابو لبن هذا ابن ابو لبن ايش هذا والله ابن ابو لبن رجلك رجلك ورجلك طلع لا اله الا الله والله يا عيال اقسم بالله اني بقول بطل بطل من هذا المكان حسن اصرح من هذا المكان اصرح من هذا المكان اصرح من هذا المكان انا فان انا فان بالحسن حسن سيف العجمي حسن سيف العجمي حسن سيف العجمي انا فانز لك يا عيال والله انا فاز والله اني صاد يا عيال يا عيال دقيقه اقدر اتكلم صح تفضل تفضل اقدر اتكلم اباضه عطني عطني يا اباضه اعطوني سبيكر لا اخذ راحتك كان انني فانز الحسن والله العظيم يا عيال اني اتشرف اقسم بالله يا عيال أنا أكبر فانز لكم كلكم هذا هو شيء والله العظيم وإني فخور لأني في هذا النسخة وفخور لأنكم أخوياي وفخور لأني مع الطاقم ومع الكنترول أقسم بالله أول شيء أحب أشكر أبو عبد الله لأنه هو اللي نسق هذا كله وأول شيء أحب أشكره بعد فلاح بيض الله وجهه وأحب أشكر الكنترول كلهم وأباضة أبو عبد الله سعود عتيبي بيض الله وجهه جعل ربي لينا ويجمل حاله وأحب أشكر فلاح لأنه تعب معي وهو اللي جاء وتكلم مع الموضوع ونسق معي وأحب أشكر أباضة المبدع لأن هذا كله من تنسيق أباضة بيض الله وجهه وأولاً أحب أشكر أبو لبن أنا كان ودي أنه يكون معي اليوم متواجد عشان ندشن هذا العمل مع بعض بس فاله التوفيق إن شاء الله والله منبعدكم يا عيال والله مبدعي وأقسم بالله إني مبسوط لأنكم أخوياي وإني مبسوط بهذا النسخة أنا لو كان أنت بس سعد أبو سعد انت السعد مبروك يا حسن على السلامة عيال عيال شباب 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 بالله بس أقول كلمة بس أنا والله لعلي كنت نايم زين صحيت على وهو يغني والله العظيم أداء صوت ما شاء الله طول في عمركم يعني أنا أتكلم من داخل أعماق عروق قلبي والله ما أدري شو أقول بس والله العظيم والله أبدعت والله إنك أبدعت 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 أبو سعد والله العظيم يا حسن كم مرة قلت له أنا كم مرة إني فانز لك أقسم بالله أني أتشرف وأنا من فانزات أقول لك شيلة شيلة أقول لك شيلة شيلة فاشل وأنت فاشل حسن 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 ليش شيلة يا أبو عبد الله لن يدري هذا الكلام إنك فاشل عني ناجح حسن انا حسن 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 انا اعلم من المنطقه دي ها انا بيج فانز والله اسمع حسن وصوت المبدع والجميل يا تخني انا معك وصوت الجميل محمد اي والله اصوات 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 يقف لحظ الزمان مسخه طيري دحام والله كل الرب والله كل الرب انا اكبر فانز هاي الصوت اسمه انا اكبر فانز لك يا عيال افضل صوت ابو افضل صوت ابو العبان يا رجال انت متعدل انت وياه ما في ابو العبان والله ما محمد ماجي دقيقه دقيقه يا عيال دقيقه اسمع اسمع ابو العبان أنا انتظر فارس السيد يجي بإذن الله على خير نعم
علشان اغلق الموضوع. الموضوع تحمستك. تحمستك. لا 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 انت ما حد يقول لي لا اغلق اي واحد سمعك كرمك الله اغلق الموضوع بمعنى يعني اخلص الموضوع. اغلق اغلق الموضوع يعني اخلص. عنوف كم زبده والله انك فنان يا ابو سيح وشاتي فيك مجروحه على مستوى الصوت على مستوى المراجل في رجال ونعم كفو ولا اظن اللي اقيم في الامور هذه انا بس مستوى صوت ولا انت ونعم طيب راس من اول وتالي وانا هنا لا تخليني اشوج يا ابو سعيد والله يستاهل انت بتغني شيء لا